أهلا بكم في السنة الجديدة، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقكم جميعا و يعني تحققوا كل اللي نفسكم فيه وتنجحوا. الكورس بتاعنا الترم ده هو عن الانتجريتد سيركتس، هو كورس تقيل شوية وهتلاقوا فيه حبة حاجات يعني تحسوا إن أنتوا مش هندسة يعني، بس إيه يعني هو مجموعة من المواضيع اللي ريليتد للإنتجريتد سيركتس عشان هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية عشان يبقى عندكم خلفية إيه يعني إيه إنتجريتد سيركت، بتتصنع إزاي، بيتعمل لها ديزاين إزاي، إيه الإيشوز اللي فيها. لأن حاليا مش هقول كل، بس يعني تقدر تقول إن 90% من الإلكترونيكس انتجريتد سيركتس. الانتجريتد سيركتس حاليا تستخدم في كل التكنولوجيز، يعني نادر جدا لما تلاقي أي تكنولوجي حديثة مستخدمة discrete components عشان تعمل دايرة. analog circuits كلها يعني حاليا integrated، الدوائر بتاعة المايكرويف، الدوائر بتاعة الـ RF، دوائر الديجيتال، الميموريز سواء يعني بتاعة الـ PC ولا بتاعة الموبايل، البروسيسورز دي كل دي، السيرفرز اللي بتستخدمها عشان الإنترنت أو الكلاود، الانترنت اوف ثينجز، الاوبجكتس يعني اللي بتخش على الانترنت عشان زي مثلا عدادات الكهرباء اللي بتنقل القرايه على الانترنت، التكييف اللي واصل بالانترنت، كل ده مستخدم انتجريتد سيركت. طبعا كل الكاميرات دي اصلا السنسور بتاع الكاميرا هو انتجريتد سيركت، تمام. كل روبوتس بتستخدم يعني مايكرو كنترولر وهو انتجريتد سيركت عشان تنفذ الايه الالجوريثم بتاع الروبوت. فزي ما انتم شايفين لو دورت على أي تكنولوجي حديثة هتلاقيها مبنية على استخدام انتجريتد سيركتس. التكنولوجيز دي بتغطي مجالات كتيرة، مش بس الإلكترونيكس، لا ده الإيروسبيس محتاج إلكترونيكس وبالتالي انتجريتد سيركتس، الميليتري محتاج إلكترونيكس وبالتالي انتجريتد سيركتس، الميديكال حاليا في يعني استخدام كبير جدا للإلكترونيكس وبالتالي انتجريت سيركتس، المصانع، المصانع مش بس دلوقتي يعني ايه تروس ومكن، لا ده يعني حتى المكن من زمان جدا، مكن سي ان سي برضو جواها كنترولر وهو انتجريت سيركت. العربيات حاليا يعني في كلام اصلا 50% قدام 50% من تمن العربية هيبقى الكترونيكس. الانترتينمنت يعني كل اللي انت بتشوفه من سواء على الدش سواء على الانترنت من افلام ومسلسلات والكلام ده الالكترونيكس داخل فيه. الكوميونيكيشن اساسي داخل فيه الالكترونيكس، لان هي اللي بتنفذ الالجوريزمز بتاعت الكوميونيكيشن. الانتجريتد سيركتس يعني اتمنى كده يبقى ايه لاحظنا الانتجريتد سيركتس داخله في ايه في حياتنا، هتلاقيها داخله في كل حاجه تقريبا. الانتجريتد سيركتس عشان تتعمل مش محتاجه بس الكتريكال انجينير ولا الكترونيك انجينير، لا خالص، ده بيخش فيها ناس كتيره جدا عشان تطلع، ناس بتوع فيزيكس، ناس بتوع كيمستري،
عشان التصنيع بتاع الانتجريتد سيركتس، ناس بتوع ميكانيكس عشان برضو التصنيع، وعشان الباكج العلبة اللي فيها الانتجريتد سيركت. هنفهم الباكج دي قدام لو احنا يعني ما تعرضناش للكلمة دي قبل كده. ناس مخصوصة بتاعت ماتيريال وفابريكيشن، ناس بتوع اوبتكس، ماتيريال ساينس، علوم المادة، المواد ذات نفسها خصائصها ايه، و يعني تستخدمها ازاي. دول ناس اساسيين في مجال الانتجريتد سيركتس. بعدين بقى الحاجات اللي احنا بنقدر نخش فيها، ناس بتوع ديفايسز، يعني فاهمين الترانزستور بيشتغل ازاي كويس. ناس بتوع موديلينج، ازاي يقدر يعملوا موديل للترانزستور ولا للريزيستنس ولا للكاباستنس. ناس بتوع ستاتستكس، سيركت ديزاين، احنا برضو نخش في الكلام ده. كمبيوتر ايدد ديزاين، ان احنا تبني بروجرامز تعمل ديزاين، ده برضو احنا نقدر نخش في الكلام ده لو عندنا بروجرامينج كويس. كمبيوتر اركتكتشر، حاسبات ممكن يبقوا احسن في الحته دي. سوفت وير ديزاين اللي هو الابلكيشن اللي هترن على الاي سي او على الكمبيوتر اللي محطوطه في الاي سي، فدول برضو ايه يبقوا اخر اتنين دول اكتر ناحيه حاسبه. بس احنا اهو من اول الديفايسز لحد الكاد نقدر ندخل في الموضوع. الكورس بتاعنا احنا هنغطي مجموعة ظريفة من المواضيع، عشان يبقى عندنا فكرة كويسة لما نطلع لسوق العمل، يعني ايه انتجريت سيركت، يعني ايه ديجيتال سيركت، يتعمل لها ديزاين ازاي. اوكي، في كورسات تانية يفضل ان انت تاخدها عشان تكمل الصورة عندك. الاي سيز تكنولوجي، ده هتخش تفصيل اكتر في التصنيع. الايسك، هتخش في تفاصيل اكتر في التصميم. الانالوج اي سي ديزاين، هتخش في تفاصيل اكتر في الانالوج ديزاين. احنا مش هنغطيه خالص هنا، انالوج ديزاين كورس يا دوب يعني بنلحق نخلصه بالكونتنت اللي فيه. وفي كورسات يعني من اول انت قاعد تاخد انالوج في الكترونيك سيركتس 1 و2، والانالوج اي سي ديزاين تكمل لك الجزء الانالوج. اول جزء يعني احنا الكورس بتاعنا هيتقسم لخمس اجزاء، خمسه موديولز. اول موديول هو الاي سي تكنولوجي، ازاي بنصنع الانتجريت سيركت، تمام، وازاي بنرسمها، هي دي اصلا بتترسم عشان تتصنع، وتكلفتها بتتحسب ازاي، وموضوع ظريف اسمه سكيلينج اللي هو التصغير بتاع الايه الانتجريت سيركت، ازاي نقدر نصغرها. تاني موديول هنتكلم على الانتركونكس اللي هي الوايرز اللي جوه الانتجريت سيركت، نسميها انتركونكس. الوايرز الصغيره اللي جوه الانتجريت سيركت دي محتاجه تدرس، بنشوف ايه البارازيتكس بتاعتها. معرفش سمعنا كلمه بارازيتكس دي قبل كده في الديفايسز ولا لا، يعني ايه البارازيتكس؟ اللي هي الار والسي والال اللي احنا مش قاصدين نعملهم، اللي بيبقوا موجودين في الديفايس. نفس الكلام بيبقوا موجود في الواير، ازاي احسب الديلي بتاع الواير في الانتجريت سيركت، ازاي احسب الباور. موضوعين ظرف اسمهم كروس توك واي ار دروب، هنتعرف عليهم. بعد كده هنخش في جزء، يعني الجزئين اللي فاتوا دول مش هتحس قوي انك سيركتس او الكترونكس،
الموديول 3 هنرجع للديجيتال، فهناخد ديجيتال بيلدينج بلوك، مش زي مادة بتاعت الديجيتال بس ايه، افكار جديدة ازاي نعمل شيفترز، ازاي نعمل ادرز، ازاي نعمل ملتي بلايرز، ازاي نعمل ميموريز. بعد كده موديول 4 هينقلك نقلة تانية، ازاي بقى فعليا انا بعمل ديزاين لديجيتال انتجريتد سيركت. ممكن نتكلم على الانالوج في السكة يعني، بس ايه هنركز على الديجيتال، الديجيتال انتجريتد سيركت اعمل لها ديزاين ازاي. ما ببنيش ترانزستورز جنب بعض، لا ده انا بكتب كود. وعشان كده موديول 5 هيتكلم على حاجة اسمها HDL اللي هي Hardware Description Language، اللي هي اللغة اللي بستخدمها عشان أكتب الكود اللي يتصنع بعد كده through some flow design flow يوصل إنه يتصنع ويبقى Integrated Circuit. أنا يتهيألي خدنا تجربة على ال VHDL في تالتة، معرفش خدنا theoretical background قد إيه على الموضوع، بس احنا هنا هنخش في السينتاكس تفصيل، ازاي اعمل ديزاين لاكزامبلز، ازاي اعمل تيست بنش، وهنتعرف على ميثودولوجي جديده اسمها يونيفايد فيريفيكيشن ميثودولوجي عشان السيستمز الكبيره بيتعمل لها فيريفيكيشن ازاي. حد عنده اي سؤال او كومنت لحد هنا؟ جميل. المحاضرات بتاعتنا هي أساس الكورس. أنا هحط لك المحاضرات على التيم وبرضو على ال ام اس. الفيديوهات هتتحط برضو على التيم. هيبقى في طبعا بقيه يعني كل حاجه هحطها على التيم من ناحيه الشتات، الاساينمنتس، البروجكت اللي هنعمله. ماشي. بالإضافة إلى كده عندنا تكست بوك، يا ريت فعلا نجيبه لأن التكست بوك ده ظريف. يعني مش عايز أقول لك مش إحنا بس اللي بنستخدمه، لا معظم الجامعات في العالم بتستخدمه، اللي هو الديجيتال انتجريتد سيركتس بتاع عربي، هما ثلاثة يعني، بس إيه الأساسي فيهم عربي عشان بس إيه ما حق بقية المؤلفين يعني شاندرا كازان ونيكوليتش. طيب فال مش شرط السكند اديشن، في يعني المعيد برضو هيبقى معاكم وممكن يساعدكم ان انتوا توصلوا لديجيتال كوبي. فكل حاجه هنغطيها هتلاقي ان هي في شابتر بيتكلم عنها، يعني في حبة حاجات لأ يعني، بس إيه معظم الحاجات اللي هنغطيها في الكورس هتلاقي في شابتر بيتكلم عنها. ويا ريت الناس بقى المجتهدة تروح تثقف نفسها وتبص في الشابتر. الامتحان هيبقى من المحاضرة بالأساس يعني. النمر هنوزعها إزاي؟ إحنا المادة دي 4 credit hours، النمرة من 150، الفاينل بتاعك من 110، وفي 40 أعمال سنة. أنا هوزعهم كالآتي: 10 متر، 10 كويزز، هيبقى في 2 كويزز، 10 أسايمنتس، هنحاول نعمل 4 أسايمنتس بحيث إن يعني اللي
يعك في حاجة يقدر يعوضها في الباقي، ممكن ناخد أحسن اتنين، هنشوف يعني على حسب ما الدنيا هتمشي. هيبقى فيه برضو بروجكت هنتكلم عنه قدام كده بعشر نمر. البروجكت ده هحاول إن احنا نتعلم فيه حاجة جديدة برضو عن الكورس شوية. الحضور مطلوب وبيتحسب. هتقول لي يعني احنا اونلاين وبنتفرج على الفيديو، هقول لك لا، انت برضو لازم تحضر وتتفاعل معايا وتسأل، ولما سألك تجاوب. فصحيح العدد بتاعكم ما شاء الله رهيب يعني، بس ايه برضو ضروري انك تحضر. اللي هيحصل يعني انا مش همسك محاضره محاضره، انا محاضره محاضره هاخد فيها الغياب يعني، لان الغياب مجرد ان انا بداونلود مين اللي ايه مين اللي اتندد، بس مش هطبق المينيموم رول يعني ستريكتلي. بس هتلاقي مثلا لما الاقي محاضره عدد فيها قليل هبتدي ان انا اجامل الناس اللي حضرت، عشان دول ناس مجتهدة، فخليك مع الناس دول واحضر. نفس الكلام برضو بالنسبة لل أعتقد السكشن هيبقى الحضور فيه بيتاخد كل مرة، وبالتالي يعني حاول إن أنت فعلا تحضر. طبعا ناس هتتكلم على الكورونا والحضور للكلية. نصيحتي اللي يعني أتمنى تعملوها فعلا طعم، والبس الكمامة أو كمامتين فوق بعض طول الوقت، عشان دي مش بس هتحميك أنت، لا هتحمي زمايلك، لأن افرض أنت عيان ومعندكش أعراض ممكن تعدي غيرك، أو أنت سليم و غيرك عيان فهتتعدي وتعدي البيت عندك. ففعلا يعني الاحتياط واجب، وربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مجيش أنا أستهتر ولا الماسك بيخنقني، هتتعود عليه، هات ماسك من اللي هما البلاستيك دوت اللي هو ما بي بيبقى مش لازق على وشك. في حلول كتير، بس ما تجيش تقول لا ربنا هيستر، لا هو ربنا بيقول لك تصرف صح، وبالتالي انت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن تصرفاتك، فاستهتر ربنا برضه هيحاسبك. لان الواحد بيشوف حتى في المراقبات الطلبة بصراحة يعني، أنا بقول إزاي دول مهندسين أو هيطلعوا مهندسين، قمة الاستهتار وقمة يعني سوري الدلع، وبتوصل إلى حد كبير إلى التناحة، إنك حتى تقول له البس الكمامة في اللجنة، البس الكمامة في اللجنة، مفيش فايدة. لا مش عايزين نبقى كده. وفي نقطة مهمة، احنا المادة بتاع التالتة ما كانش فيه معيد، انا المادة دي طبعا فيه معيد، فانا عايز فيدباك منكم سواء عن طريق المندوب يبقى احسن، عشان برضو العدد ده، ان انتوا تعرفوني ايه المشاكل اللي بتحصل في السكشن، سكشن ماشي كويس ولا ماشي مش كويس. الحاجات دي لما انت تصعدها نبتدي نحسن، انما هتعمل زي معظم المواطنين المصريين كل حاجه مش عاجباهم وما بيتكلموش، يبقى كده غلطه. ف بليز اقفل اللوب بتاعه الفيدباك وبلغني، عشان انا ابتدي اتكلم مع المعيد ونبتدي نحسن لو في اي حاجه مش مظبوطه. نفس الكلام بالنسبه لي،
برضو سرول المندوب بلغوني اي مشكلة انتم شايفينها في طريقة التدريس بتاعتي، في السرعة، في اسلوب الكلام، في اي كومنت يقدر يساعدك ان انت تستوعب الموضوع بصورة احسن يا ريت توصله. حد عنده أي سؤال لحد هنا؟ زي ما قلنا احنا هنستخدم ال ام اس والتيم. اسم التيم دوت لا اتغير. انا عادة باخد المحاضرات بتاعت السنين اللي فاتت وأعملها. أنا عندي سؤال، أنا المايك كان بس مفصول. طيب اتفضل. وإحنا سمعنا حضرتك كنت اديتنا الامتحانين بتوع حضرتك السنة اللي فاتت كانوا بابل شيت، بس أنا سمعنا إن هو اتلغى السنة دي، هل الامتحان هيبقى بابل شيت ولا ده يعني لسه ما اتحددش؟ انت بتدور دلوقتي على الامتحان؟ لا بنسأل بس، هو انا كان ناس الدكاترة في دكاترة ما قالوا إن سمعتش ان البابل شيت اتلغى، فاعرفش انت سمعتها منين. انا شخصيا ما سمعتهاش، سواء بابل شيت ولا مش بابل شيت انت كده كده هتذاكر. يعني برضو نستغل السؤال دوت، و لأن ما حصلش تواصل بينا برضو بعد الامتحان بتاع المادتين في تالتة. في أي كومنتس على الامتحان بتاع الميجر وعلى الأقل يعني بالنسبة للجزء بتاعي يعني، ولا مش فاكرين بقى الموضوع عدى؟ كان كويس يا دكتور. سامعني كده؟ تمام يا دكتور. كده تمام يا دكتور، بس من شوية ما كانش في أي صوت. مش عارف، مع إن الإنترنت واصلة وكل حاجة، مش عارف تيم تقل ولا مش عارف إيه اللي حصل صراحة. يعني كان برضو اللي بيبعت لي على التيم بيجي لي، يعني مش النت مش فاصل، غريبة. طيب الكومنتس على الامتحانات اللي فاتت، الام سي كيو يعني كستايل خدنا عليه خلاص. كان كويس يا دكتور. طيب هو بس يا دكتور بص، الكودينج في الام سي كيو مش عارف، حسيته يعني ما كانش اللي هو كودينج بالظبط. احنا كنا المفروض نكون حافظين اسماء ريجسترز وكده عشان نعرف نحل، طب ما انا قلت ما كانش الكلام ده يحصل، ما انا قلت تعرف اسامي الريجستر. بس يعني ما كانش اللي هو، ما حسيتوش ان هو الطريقة اللي اتعلمنا ان احنا ازاي نكتب كودينج. ما طبعا واحنا ما جربناش نعمل، بس احنا اخدنا في كويز من الكويزات حاجات مشابهة يعني. يعني في كويز كان فيه بتاع 4 أسئلة كودينج شبه الكودينج اللي جه شوية. احنا بس دي طبعا غطت موضوع واحد، انما احنا غطينا مواضيع كتير من ناحية الكود.
انا برضو قلقت ان زي ما انت بتقول كده ان الاسئله دي تبقى يعني عكت الدنيا بالنسبه للطلبه، لدرجه ان انا يعني جبت الريسبونس بتاع كل الطلبه في كل الاسئله احصائيه كده، وكم واحد جاوب صح في كل سؤال. دي ما بتطلعش باي ديفولت يعني، ده هو اداره الامتحانات عملتها لي مخصوص يعني عشان نطمن، ولقيت ان فعلا يعني ما فيش سؤال الناس كلها عملت وحش. ف يعني هقولها لك ازاي، فقال السؤال بتاع الكودينج ممكن يبقى انت بس ايه اتخضيت منه او ما شفتهوش واضح، وهنحاول ان احنا برضو يعني انا شخصيا يعني لازم اقول ان دي اول سنه احط فيها ام سي كيو للماده بتاعه المايكرو بروسيسور اند ابلكيشنز، وبالتالي برضو الواحد يعني ممكن يبقى الاسئله صعبت منه شويه، او يعني برضو ما كانش في فرصة إن أنتوا تتدربوا عليها يعني بالقدر الكافي. فده يعني معلش أعذروني في الحتة دي، بس العزاء الوحيد إن الموضوع على الكل، وبالتالي الكل جاوب، الكل اجتهد بطريقته، والنتيجة أتمنى إنها إلى حد كبير خير. أنا حاسس إن التوزيع قليل شوية، التقديرات قليلة شوية، بس ما كانش في حاجه تتعمل يعني. انتوا اعمال السنه واخدين فيها نمر كويسه جدا، ف ما كانش في حاجه ممكن تتعمل تظبط الدنيا. يعني خلينا برضو لو هيبقى في ام سي كيو ان شاء الله، هيبقى في بالنسبه للكورس ده برضه هيبقى فيه تدريب كويس عليه، وبرضه الجزء بتاع الكودينج هيبقى فيه ممكن نشوف طريقة تانية للأسئلة، ممكن نشوف طريقة يعني الواحد هيدور إنه يعمل السؤال بصورة سلسة شوية من ناحيتي. دكتور طيب الانفورميشن بتاعتي دي أكيد عندكم، ناس كتيرة بتكلمني أصلا، بتبعت لي إيميلز. هنحدد أوفيس أورز برضو، ولو إن يعني أنا السنين اللي فاتت دايما بحط أوفيس أورز، ما بتبقاش يعني الطلبة ما بتستخدمهاش، وقت ما بيعجبهم بيبعتوا على التيم أو على الإيميل، مفيش مشكلة بالنسبة لي. بس برضه هنحط ايه اوفيس اورز، بحيث ان اللي عايز يعني ابقى ساعتها ديديكيتد ارد عليك على التيم مباشره. المعيد هو محمد العراقي زي كل سنه، هنشوف زي يعني هم لسه برضه المعيدين بيحطوا الجدول، بس غالبا هيبقى محمد العراقي. ما اعرفش اشتغلت معاه قبل كده ولا لا. المعمل ده. طب كويس ماشي. نبدأ بقى في الكورس. دكتور ممكن نسأل سؤال؟ اتفضل. هو احنا جزء ال HDL اللي في الاخر دوت هيكون VHDL صح؟ هو احنا يعني الشركات اللي بره بتكون شغاله فيرلوج اكتر، ويعني في مننا اتعلم فيرلوج شويه وكده، فهل في امكانيه ان هو يكون الجزء الاخير دوت فيرلوج، بحيث ان نكون يعني نكون طالعين يعني فاهمين فيرلوج كويس، بحيث نكون للشركات يعني كويسين؟ يعني انا
شايف انه تنوع، بحيث ان انت ايه، انت عرفت في اتش دي ال وفيريلوج. انا شخصيا شايفها يعني مش حاجه بايخه يعني. وانت بتقول ناس كتيره بتاخد كورس الفيريلوج اللي مهتم بالموضوع ده وقت، فيبقى خد الكورس بتاع الفيريلوج، عارف هنا في اتش دي ال بقى معاه التو لانجوج. وهو الفكره مش في السينتاكس، يعني فيريلوج ولا في اتش دي ال الفرق بينهم سينتاكس، انما الفكره ازاي انا اصلا افكر هريبريزنت السيركت ككود ازاي. يعني هو ده الاساس، انا هعبر عايز اعمل فري فلوب هعمله كلانجوج ازاي، عايز اعمل ميموري هعملها كلانجوج ازاي. فالفرق بين ال VHDL وال Verilog هو syntax. و يعني انا اللي نفسي بس ايه، بس طبعا يعني ده محتاج كورس زيادة، يعني ان نخش بقى في السيستم Verilog، بحيث ان احنا نقدر نغطي جزء اظرف في ازاي بعمل تيست بنش، وازاي بفيريفاي السيركت بتاعتي. انما لل يعني كفرق السنتكس ده مش هتحس ان انت يعني ايه طالع مش فاهم يعني، او هتلاقي ان الفيريلوج بالنسبه لك عقبه كبيره. بالعكس، ده لما تبقى عارف في اتش دي ال وتجيب مثلا كتاب ولا تتفرج على فيديوهات على الفيريلوج، حتى يعني هتمشي فيه بمنتهى السلاسه. فانا كل سنه بيتقال الريكوست دوت، بس انا بصراحه يعني متردد اعمله. هي مش حاجه صعبه يعني ان انا اقلب الكود فيريلوج، فانا شايف ان يعني الموضوع مش مستاهل. بالعكس، ممكن يبقى مفيد ان انت تبقى عرفت ال VHDL وبعد كده رحت طورت من نفسك وخدت ايه كورس، او اتعلمت مع نفسك الفيرلوج. فيعني كلامك فاليد صحيح برضو، وزي ما بقول لك كل سنه الناس بتقول لي نفس الكلام، بس انا حاسس ان هو ايه يعني مش مستاهله قوي بصراحه. عموما هفكر فيها برضو، مش هقول لك لا. دكتور، اتفضل. هو دكتور حضرتك قلت جزء كبير من الكورس ديجيتال، فهل هنحتاج حاجه من اللي احنا خدناه السنه اللي فاتت في الديجيتال ديزاين مع دكتور سامح ولا لا؟ محتاج، ده سؤال ظريف بصراحه. محتاج ان انت تفهم يعني هقولها لك بقى ايه، خليني اقول لك انا انت مش محتاج ايه ولا لا. بص، انت محتاج تبقى فاهم الانفرتر مثلا كان بيشتغل ازاي، محتاج تفهم المفاهيم يعني ايه، ان في بول اب وفي بول داون، ولازم عشان ما يحصلش يعني كونتنشن يبقى البول اب شغال والبول داون اوف، او البول اب الاوف والبول داون شغال، وبنعمل شارجنج وديسشارجنج عشان نحقق الكالكوليشنز بتاعتنا، ويعني ايه الستاتيك ستايل والدايناميك ستايل. الحاجات دي هتبقى ظريفه ان انت تبقى عارفها، واحنا بنتكلم على البلوكس اللي احنا هنشرحها. بس الديتيلز بقى بتاعت الحسابات واعمل سايزنج ازاي، الجزء بتاع ال لوجيك ايفورت والكلام ده، لا مش هنخش، مش هنحتاج الكلام ده. تمام يا دكتور. اوكي. طيب.
الجزء الاولاني موديول 1 هنتكلم فيه يعني ايه الانتجريت سيركت وبتصنع ازاي. فالمحاضره دي هنغطي فيها ايه هو السيموس. السيموس هو احد التكنولوجيز بتاعه تصنيع الانتجريت سيركت، وليه هو اللي هنركز عليه، وايه الحاجات الادفانسد، والشيب بتبقى من جوه عبارة عن ايه. بعد كده هنتكلم نصنع السيموس انتجريت سيركت ازاي، هنرسمها ازاي، ايه القواعد اللي بتتبع في الرسم بتاع الانتجريت سيركت اللي هي حاجة اسمها جيومتريك ديزاين رولز. زي ما قلنا الجزء موديول 1 هتلاقي نفسك يعني ايه حاسس انه مجال مختلف شويه، بس ايه انفورميشن ظريفه و يعني باك جراوند كويسه. صحيح انت يعني مفيش شركات في مصر شغاله في التصنيع، بس لازم تبقى فاهم يعني ايه او التصنيع بيتم ازاي على الاقل بصوره مختصره يعني. فده اللي هنعمله. السيموس معناها ان عندي ان موس وبي موس. احنا اكيد من الديفايسز عرفنا يعني ايه ان موس ويعني ايه بي موس اللي هو الموسفت. فبنحط الاثنين مع بعض نعمل بيهم الدوائر زي الانفرتر اللي خدناه، كان البول اب بي موس والبول داون ان موس. طيب لو تفتكر في الديفايسز ال NMOS كان السبستريت بتبقى ايه؟ بي تايب، وال PMOS كان السبستريت بتبقى ايه؟ N تايب، صح؟ الاوبوزيت للكارير اللي بيعمل لي الكوندكشن. طب ازاي احط الاثنين جنب بعض؟ يعني اعمل لكل واحد لوحده والزقهم في بعض ولا اعملها ازاي؟ فالتكنولوجي قايمه ان هو بنintegrate، وده كلمه integrated circuit جايه ايه من ان احنا بنintegrate الديفرنت ديفايسز دي جنب بعض على سنجل كريستال اوف سيليكون. يعني عندي حته سيليكون بحط عليها الديفايسز دي كلها، وبالتالي لازم ما اعرف احط ال PMOS جنب ال NMOS على نفس حتة السيليكون. طب هحقق دي ازاي؟ الناس احترت. على فكرة هما اخترعوا ال NMOS في الاول، وبعديه باربع سنين عرفوا يعملوا ال PMOS جنب ال NMOS. يعني حد اربع سنين السيركتس NMOS فقط، لأن يعني مش عارفين يحطوا البي موس جنبه. طب عملوها ازاي؟ قال لك فكرة بسيطة جدا، تعال على المكان اللي انت هتعمل فيه يعني خلينا الأول نبدأ مثلا ان احنا هنعمل ال N موس، فمحتاجين السبستريت تبقى بي تايب، ماشي؟ زي الفيجر اللي عندنا تحت ده، سبستريت بي تايب. بعد كده عايز انت تحط PMOS، فهتيجي على جزء من السبستريت تغير التايب بتاعته. فاكرين في الديفايسز والماتيريال بنقدر نغير التايب عن طريق ايه؟ الدوبينج، تمام؟ فبنيجي على مكان على السيليكون سبستريت بتاعتنا ونحط دونرز، فنعمل دوبينج بدونرز بحيث ان ايه نقلب الماتيريال ان تايب. مجرد ما حددنا مكان قلبناه ان تايب نقدر نصنع فيه الايه البي موس. المكان اللي بنقلبه
لان تايب بنسميه ويل، كانه بير يعني كانك جبت الارض اللي هي في تايب وحفرت فيها بير عملته ان تايب، عشان كده بيبقى اسمه ان ويل. اوكي، ممكن الناس تبدأ بالعكس، تعمل N type substrate وتعمل P well. تمام، في technologies بتخلي ال substrate intrinsic وتعمل N well لل PMOS وتعمل P well لل NMOS، وبالتالي التكنولوجي دي بيبقى اسمها twin well، انك مستخدم ال N well وال P well. احنا هنتكلم على الطريقة البسيطة، ان بيبقى عندك سبستريت P وعملت N well عشان تصنع ال PMOS. ففهمنا يعني ايه CMOS وازاي اتعمل. احنا المفروض فاكرين شكل الترانزستور من المادة بتاعت التالتة اللي هي بتاعت الديفايسز، بس نراجع عليه عشان يعني ايه، مش شرط تبقى فاكره لحد دلوقتي. الترانزستور بيبقى عبارة عن ايه؟ بنعمل اوكسايد فوقيه الجيت، ومن ناحية يبقى سورس ومن ناحية يبقى درين، بحيث ان الجيت تعمل لي لما احط عليها فولت تعمل لي الكتريك فيلد، تعمل لي انفرجن في المسافه اللي تحت الجيت اللي بنسميها الشانل، والشانل دي هتوصل هتبقى نفس التايب بتاعت السورس والدرين، فتوصل بينهم فيمشي كارنت. بمنتهى البساطه هو ده الفكره بتاعت الترانزستور. يبقى عندي two connectors، السورس والدرين ليهم تايب معينة عكس السبستريت، بحط بينهم جيت فوق سين اوكسايد، الجيت دي هي اللي الفولت بتاعها هو اللي هيتحكم الترانزستور اون ولا اوف. لو الفولت ده قليل المسافة الفاصل بين السورس والدرين هيدنه زي ما هو بي تايب، ومش هيحصل، هيبقى عندي جانكشن هنا ديبليشن ريجون هنا وديبليشن ريجون هنا وما يعديش كارت. لو زودت الفولت اللي عجيت هتبتدي تعمل لي انفرجن، والانفرجن ده الماتيريال بقى ده ما هيبقى بي هتبقى ان في الشانل، هتوصل بين السورس والدرين فيحصل كوندكشن، يبقى الترانزستور اون. دي الفكره بتاعت الترانزستور بمنتهى البساطه، وده الشكل بتاعه لو افتكرت. طيب الترانزستور زي ما انت فاكر برضو في الديفايس او مش فاكر، بيبقى اربع رجلين مش ثلاث رجلين، سورس ودرين وجيت وبالك. ايه البالك ده؟ اللي هو السبستريت. سبستريت لازم يبقى لها كونكتور، تمام، واصل بفولت، لان الفي بالك بيأثر معايا في الفي ثريشولد لو تفتكروا، وبالتالي لازم اظبط الفولتج بتاع البالك او اللي هو بتاع السبستريت عن طريق كونكشن اللي هو الرجل الرابعه. طب احط الرجل الرابعه فين بقى؟ اوصل للبلك ازاي؟ احطها من تحت؟ ما ينفعش. في الانتجريتد سيركت احنا بنشتغل دايما على السطح. في الانتجريتد سيركت حته السيليكون بتبقى تخينه، التخينه دي اللي هي يعني سمك ملي مثلا او 3 ملي، و احنا بنشتغل دايما على السطح.
عشان نوصل بالبلك بنعمل كونكشن او رجل جنب الترانزستور باوميك كونتاكت، يعني البي بلس على بي او ان بلس على ان، بحيث ان يبقى ايه كاني موصل الرجل دي بالبلك على طول وموصل الرجل دي بالويل على طول. نفتكر ايه الاوميك كونكشن دي؟ انا لو جبت ان ماتيريال جنب بي ماتيريال يحصل ايه؟ ما حد يقول دايود، يحصل دايود، شاطر، اللي هي ايه؟ بي ان جانكشن. تمام. طيب الدايود ده بيبقى فيه بلت ان بوتنشال وبيبقى فيه ديبليشن ريجون ويعدي الكارنت في اتجاه واتجاه لا، ده الدايود فورورد بايس هيعدي الكارنت، ريفرس بايس مش هيعدي كارنت. طب انا مش عايز الدايود، انا عايز اوصل الميتال بالسيمي كوندكتور من غير ما اعمل دايود، دي بيبقى اسمها اوميك كونتاكت. لازم احط الميتال على دوبينج عالي عشان الورك فانكشن، لازم احط الميتال على دوبينج عالي من نفس النوع بتاع السيمي كوندكتور اللي هوصله. يبقى انا لو هوصل ميتال على بي يبقى لازم احط تحت الميتال بي بلس، لو هوصل الميتال على ان لازم احط تحت الميتال ان بلس. ده يحسن لي الكوندكتيفيتي بين الميتال والسيمي كوندكتور ويبقى اوميك كونتاكت. يعني ايه اوميك كونتاكت؟ يعني عباره عن ريزيستنس بس ما فيش دايود، عباره عن ريزيستنس صغيره جدا. اوكي. طيب الكونكشن الرجل الرابعه اللي واصله بالبلك بتاع الترانزستور دي بنسميها بالك تايز. بنسميها ايه؟ بالك تايز، الروابط بتاعه البالك اللي هي نربط بيها البوتنشال بتاع البالك. في الديجيتال سيركتس البالك بتاع الانموس لازم يوصل ب the most negative voltage. تعال نفكر ليه، ليه بتقول الايه الكلام ده؟ ليه ده لازم يبقى اقل فولتج موجود؟ عشان البي ان جانكشن تبقى ريفرس بايست. شاطر. خلي بالك الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا بتاع البلك، لو الان اعلى من البي يبقى الجنكشن بين الدرين والبلك والسورس والبلك ريفرس ولا فورورد؟ لو الان اعلى يبقى ريفرس. تمام. يبقى ما فيش كارنت يمشي من الدرين او السورس للبلك وهو ده المطلوب. طب افرض بقى ان البلك اللي هي البي اعلى من الان كفولت، يحصل ايه للجنكشن بين الدرين والبلك وبين السورس والبلك؟ هتبقى فورورد بايس. طب فورورد بايس ده يعني يحصل ايه؟ يعني يمشي كارنت من البلك للدرين وللسورس. هو كده الترانزستور شغال صح ان الكارنت يمشي من البلك للدرين والسورس؟ لا. يبقى عشان for proper operation of the transistor الجنكشنز بين السورس والدرين من ناحيه والبلك من ناحيه must be reverse biased. مش هيحقق انها هي reverse biased غير ان الان أعلى من البي، يبقى البي لازم يبقى أقل فولت ممكن. منطقي؟
حد عايز نعيد الحتة دي؟ ماشي، نفس الكلام هنا في ال PMOS. البيموس برضو انا عايز الجانكشن بين الدرين والبالك وبين السورس والبالك يبقوا ريفرس بايس. ريفرس بايس يعني الان اعلى من البي. طب ده الان هو الويل، يبقى وصل الويل دوت بفولت شكله ايه؟ نقول اعلى من البي، يبقى لازم يوصل باعلى حاجه ممكنه عندي في الدايره. اوكي، يبقى الناس بتاخدها بقى ايه كقاعده من غير ما تفكر فيها، بس ايه احنا فهمنا السبب. يبقى التايز البالك تايز بتاعه ال ان موس لازم توصل باقل فولت عندي، والبالك تايز بتاعه البي موس لازم توصل باعلى فولت عندي. السبب ايه؟ ان انا يبقى الجانكشنز بين السورس والدرين من ناحيه والبالك من ناحيه تانية تبقى دايما ريفرس بايست under all operating conditions. ده فعليا شكل كروس سيكشن لسي موس تكنولوجي، ان بيبقى ال ان موس ترانزستورز مرصوصين جنب بعض وبي موس ترانزستورز محطوطين جوه الويل، واوصلهم بحيث ان انا اعمل الدايره. دكتور، هو ايه السؤال؟ ممكن سؤال؟ اتفضل. هو كون ان مثلا ان ويل مثلا اصغر من بي ويل، ده مثلا بيخلي ان انا اوصل مثلا البالك في البي بموست نيجاتيف وفي الان بموست بوزيتيف، او العكس يعني. سوري، هل ده مثلا بيخلي البلك مختلف عن من بي ال ان مثلا بلك في البادي افكت، يعني الحجم بتاع الويل نفسه؟ معلش صوتك بعيد شويتين، انا حاولت افهم بس ما عيد السؤال كده. بس المايك عندي ضعيف شويه. هو بقول لحضرتك يعني كون ان الان ويل مثلا صغير، مثلا انا عندنا مثلا البي سب ستريت هنا اعلى من اكبر من الان سب ستريت، هل ده مثلا بيختلف بيخلي البادي افكت يختلف؟ لا طبعا، لا طبعا، ان انت ده اكبر وده اصغر مش هيفرق معاك، احنا ده رسمه بس. انما احنا بنعمل يعني الناس بتوع التكنولوجي بيحددوا بقى السايز بتاع الويل ده بحيث ان يبقى الترانزستور شايف الدوبينج دوت مش متاثر بالدوبينج خالص بتاع السبستريت الاساسيه، يبقى شايف كانه شايف بس الدوبينج بتاع الان ويل. هل انا جاوبت على سؤالك كده او انا فهمت سؤالك صح؟ هو تمام. وانا بس انا قصدي يعني كنت بربط الموضوع ده بان انا كانسليشن بتاع البادي افكت في الان موس مش زي البي موس، يعني في واحد فيهم بيبقى الافشنس بتاعته اعلى، ولا ده ملوش علاقه بالسؤال يعني؟ الحاجات دي لو اصلا موجوده بيتعمل حسابها في الموديل بتاع الترانزستور، بس هو الويل بيبقى ديب اناف ان هو شايف ال يعني ان الترانزستور بيبقى شايف ديستريبيوشن بتاع الدوبينج جوه الويل فلات، يعني ده بيبقى عميق شويه بحيث ان هنا الدوبينج بتاع الويل بيبقى الى حد كبير كونستانت. تمام، ماشي، شكرا. العفو. بنقول اشمعنى السيموس، هو ايه اللي قصادها، او ايه التكنولوجي التانية اللي يعني اللي ممكن تنافسها. التكنولوجي التانية اللي ممكن تنافسها حاجة اسمها البايبولر. فاكرين انتوا البي جي تي؟ اكيد يعني، اللي هو ان بي ان وبي ان بي، والترانزستور ما بيبقاش فيه ايه جيت، بيبقى فيه بيز بدل الجيت اسمها بيز، وبيمشي فيها كارنت. فالبداية فعلا كانت البي جي تي تكنولوجي هي اللي ايه اللي اتعمل لها انتجريشن،
واتعمل بيها انتجريت سيركتس. بس بعد كده اتعمل ال ان موس وبعديه السي موس، وحاليا البي جي تي تكنولوجي يعني ما بتستخدمش غير في حاجات قليله قوي ريليتد للانالوج. في تكنولوجي حاجه اسمها باي سي موس. باي سي موس هي ميكس بين الباي بولر والسي موس تكنولوجي. انما الباي بولر الصرف يعني نادرا ما تلاقي اي شركه بتستخدمها حاليا، ومعظم السيركتس اللي بتتعمل سي موس حتى للانالوج. الديجيتال السي موس اصلا متفوق، يعني احنا لما ما تهيليش في ماده الديجيتال خدنا ازاي نعمل ترانزستور بالبايبولر، ازاي نعمل انفرتر بالبايبولر. بس لو بصيت في ريفرنسز او بصيت حتى على الانترنت هتلاقي ان الانفرتر المعمول بالبايبولر ترانزستورز ما هواش كويس، يعني البرفورمانس بتاعه وحش جدا بالنسبه للسيموس. وبالتالي الديجيتال سيركتس عموما محتاجه السيموس مش البايبولر، انما كمان الانالوج بقى يستخدم السيموس. طب ليه السيموس هو حاليا الموست بوبولار تكنولوجي؟ اول حاجه تصنيعه رخيص، طريقه التصنيع بتاعته رخيصه. طب ما احنا لسه ما شفناش بيصنع ازاي، بس ايه صدقني في الحته دي. وبعدين تاني ميزه انه ريلاتيفلي ايزي تو ريديوس دايمنشن، سهل ان انت تصغر الترانزستور. طب يعني لما صغر الترانزستور هستفيد ايه؟ هقول لك برضو المحاضره اللي مش اللي جايه اللي بعدها. بس دي ميزه رهيبه ان انا اعرف اصغر الترانزستور، على الاقل التكلفه هتصغر، بالاضافه الى مزايا تانية هنتكلم فيها. فان انا اصغر الترانزستور بتاع السيموس اسهل من ان انا اصغر الترانزستور البي جي تي. بالنسبه للديجيتال السيموس ما بياخدش باور عاليه مقارنه بالبي جي تي. البي جي تي بيسحب باور اكتر بكتير. الديجيتال سيركت سهل ان انا اعمل السيركت بتاعتي بالسيموس بديفايسز قليله. عاوز ترانزستورز، عدد ترانزستور اكبر عشان احقق نفس السيركت بالبي جي تي. بالنسبه للانالوج بالرغم ان السيموس ابطا شويه من البي جي تي والنويز فيه اعلى، لكن مع التقدم في السيموس تكنولوجي السبيد دلوقتي بقت قريبه جدا، والبرفورمانس بتاع السيموس بقى اكسبتابل، وبالتالي بقدر ان انا اعمل فيه استخدم السيموس تكنولوجي. وفي سبب ابقى اضيفه هنا في السلايد دي، الانتجريشن مع الديجيتال. انا حاليا عايز اعمل انالوج سيركت جنب الديجيتال في نفس الشيب، في نفس الانتجريتد سيركت. طب هضحي بالانالوج ولا ضحي بالديجيتال؟ لا، هضحي بالانالوج واستخدم السيموس للانالوج عشان خاطر السيموس احسن من ناحيه الديجيتال. ليه؟ لان السيموس ستيل اكسبتابل من ناحيه الانالوج. يبقى هنا هنضيف ايه؟ easier integration with digital circuit. حاليا ما هواش الكروس سيكشن اللي احنا خدناه ان احنا حاطين ال N MOS بالشكل دوت جنب ال P MOS، ما هواش دوت الحقيقه، ما هواش دوت التكنولوجيز الحديث. لا، الموضوع اتطور
خلال السنين اللي فاتت. يعني الكلام ده موجود مثلا من اواخر الستينات، الدنيا ما استمرتش كده، الدنيا اتطورت. فعملوا حاجه اسمها تريبل ويل سيموس، بعد كده عملوا ستريند سيليكون سيموس. ستريند سيليكون ده اللي مستخدماه انتل لحد دلوقتي، والسيليكون اون انسيوليتر سيموس ده اي بي ام اخترعته، ويعني ما زال مكمل في بعض المصانع انها تستخدم السيجنال السيليكون ان الاس او اي، يعني لو اختصار الاس او اي تكنولوجي. بغض النظر عن الاثنين دول، شكل الترانزستور كمان اتغير، بقى في حاجه اسمها تراي جيت سيموس، وتراي جيت سيموس اتطور وبقى الفينفت سيموس. لو ابتدينا نشرح كل تكنولوجي من دي شكلها ايه، يعني للاسف احنا ما بنلحقش اصلا نخلص الكورس. ف ناخد اول اساينمنت ان احنا كل واحد فينا ينقي واحده من الخمسه دول، يقرا عنها ويكتب صفحه واحده باسلوبه، مش كوبي بيست، صفحه واحده باسلوبه بفونت 12، وممكن يبقى نصها فيجرز، اوكي، على الكمبيوتر. صفحه واحده ماكسيمم نصها فيجر، والنص المتبقي كتابه، يعني كتابه لا تقل عن النص يعني، ويكتب باسلوبه. يعني ايه التكنولوجي؟ يعني ايه فينفيت سيموس؟ يعني ايه تراجيت سيموس؟ يعني ايه ستريند سيليكون تكنولوجي؟ وبتفرق شكلها ازاي في الترانزستور؟ يعني ايه سيليكون انسيليتور؟ وبيفرق معانا ايه؟ يبقى ما هو هذه التكنولوجي؟ وما هي هذه التكنولوجي؟ وما هي الفوائد؟ اوكي؟ ده اول اساينمنت. ناخد بريك و نرجع نكمل. انا كنت عايز برضو اتكلم على المشاريع، خلينا ايه ناخد 5 دقايق كده نتكلم على المشاريع. انا بس حاسس ان ايه في، يعني مش كلكم يعني، بس ناس قليلة ممكن تبقى مش فاهمة المشروع بيتكلم عن ايه، فانا حابب اوضح بس خصوصا بالنسبه لمشروع ال 4G 5G نتورك سكانر. ال 4G 5G نتورك سكانر هو المشروع في الاساس ديجيتال ديزاين. ديجيتال ديزاين يعني ايه؟ يعني هنكتب فيريلوج، نمشي الفلو بتاع الفرونت اند، ان احنا نوصل ل working design ونعمل له synthesis و سوري ونعمل له test bench نتأكد ان هو شغال مظبوط، ونعمل له synthesis ونتأكد ان ال synthesis برضو شغال مظبوط. synthesis يعني ان احنا نحوله ل gates. ممكن اذا الوقت سمح نكمل بقية ال digital flow ونوصل ل FPGA او layout بتاع ASIC، بس اعتقد ان الوقت مش هيسمح. ممكن يسمح لايه؟ ل FPGA، على حسب طبعا شطارة الناس اللي موجودة. بالاضافة الى ان هو في الاساس ديجيتال ديزاين، انت لازم هتبقى فاهم ال 4G وال 5G كويس جدا، لان انت اللي هتعمل الدايرة اللي تحقق الفانكشن بتاعت السكانر. السكانر ما هو الا جزء من الموبايل. الموبايل بيعمل سكاننج في البداية لحد ما يعرف السيل اللي هيشتغل معاها، وبعد كده يبعت ترافيك. السكانر بيعمل النص الأولاني بس، ملوش دعوة بالترافيك، ما بيعملش كونكشن مع السيل وما بيبعتش ترافيك، بس بيسنس السيلز اللي موجودة ايه، ويبتدي يكومينيكيت معاها ويقيسها
ويعرف الاي ديز بتاعتها ويبتدي ينقي انهي سيل احسن. طب الاسكانر ده وظيفته ايه؟ وظيفه مهمه جدا، ان هو بيقيس النتورك، الشركات الاوبريتورز بتستخدم الاسكانر ده عشان تمشي في الشارع كده بالاسكانر، سواء على بالرجلين او على العربيه، في العربيه، وتبتدي في كل لوكيشن تقيس النتورك عشان خاطر تعرف النتورك بتاعتها مغطيه كويس، لا في ديد سبوت هنا، هنا السيجنال ضعيفه، مش هتحقق كوميونيكيشن كويسه، وتبتدي تصلح النتورك بتاعتها. فانت الترم الاولاني، الناس اللي هتبقى في المشروع ده هتبقى مركزه اكتر في الكوميونيكيشن، تفهم ال4 جي سيستم وتفهم ال5 جي سيستم من الستاندردز، بحيث انها تعرف ازاي الموبايل اكويبمنت هيكوميونيكيت مع السيلز، و لحد ما يقيس ايدنتيفاي السيل اي دي ويقيس السترينث بتاعتها. فالمشروع مش كوميونيكيشن. الناس اللي كانت بتسأل بقى، هل المشروع ده لو انا حابب مجال الكوميونيكيشن هو ده احسن حاجه؟ لا، مش هو ده احسن حاجه، بس في نفس الوقت برضو هو اداك باك جراوند كويسه في الكوميونيكيشن في ال 4G وال 5G، انك هتمسك الستاندرز لازم تبقى فاهم ال 4G شغال ازاي بالظبط وال 5G شغال ازاي بالظبط، فهيبني لك باك جراوند كويسه في الحته دي. طبعا دي حاجه يعني ظريفه ككوميونيكيشن، لكن هكمل ديجيتال ديزاين. فهتبتدي يعني كدي اس بي، كديجيتال سيجنال بروسيسنج، هتعمل ايه؟ انت اللي هتقول الالجوريزم بناء على قرايتك للستاندرد، هتقول الالجوريزم هعمل حسابات 1 2 3، هعمل فورير ترانسفورم، هعمل انفرس فورير ترانسفورم، هعمل سكرامبلنج ازاي، هعمل كونفوليوشن ازاي، وهتحقق الكلام دوت بدوائر ديجيتال. اوكي، فهو ميكس بين الكوميونيكيشن والديجيتال، بس ما هوش بيور كوميونيكيشن، لا هو مركز اكتر للديجيتال. ده اول مشروع. المشروع الثاني بتاع الميموري، ده انالوج. الميموري الى حد يعني الناس بتعتبر الميموري ديجيتال، الميموري كديجيتال في الستورد فاليو زيروز وونز، بس الميموري كسيركت هي انالوج. فانت بتبتدي تشوف السيل اللي هتستور الميموري دي، التصميم بتاعها ازاي، اللي اوت بتاعها ازاي، طب لو غيرت في السايز بتاع الترانزستور هتفرق ايه. نبتدي هندور ازاي نخليها الترا لو باور، اوريدي في ناس سبقونا وعملوا الكلام ده كتير، فهنبتدي نقرا نفهم ازاي بتعمل الترا لو باور، هنطبق حبه حاجات من اللي هنشوفها، ونعمل فعلا الديزاين واللاي اوت بتاع السيل وبتاع الميموري بانك. الميموري بانك فيه حاجات غير السيلز، فيه ديكودر وفيه مالتيبلكسرز وفي حاجه اسمها سنس امبليفايرز، فهي انالوج ديزاين في المقام الاول، وهنمسك الانالوج فلو من اوله لاخره، يعني الغرض ان احنا نوصل فيه للاخر خالص. الاخر خالص اللي هو ايه في الانالوج فلو؟ ان احنا عملنا لاي اوت، وعملنا بوست لاي اوت سيميليشنز، وعملنا كورنر سيميليشنز، بحيث ان احنا هناخد الحاجه دي هنروح اديها تتصنع وهتطلع شغال. ده البروجكت التاني اللي هو بتاع الايه، الميموري. البروجكت التالت بتاع الامبيدد، ده هيبقى
إلى حد كبير سوفت وير، زي ما يعني الناس اللي خدت المادة بتاعت المايكرو بروسيسور، الاوتوسار هو ستاندرد ازاي اكتب كود في شكل مقبول بالنسبه للاوتوموتيف اندستري. ف هنبتدي نشوف الاوبريتنج سيستم، الريل تايم اوبريتنج سيستم، وايه اللي ممكن نستخدمه كريل تايم اوبريتنج سيستم يبقى كومباتبل مع الاوتوسار. هنكتب برضو كود ل ممكن زي يعني ترانسليتور كده بين الابلكيشن بتاعنا او انترفيس بين الابلكيشن بتاعنا وبين الريل تايم اوبريتنج سيستم. هنتارجت يعني بورد مخصوصه اندستريال، دي شركه هتوفرها لنا، ويبقى برضه في مهندس من الشركه دي هيساعدنا ان احنا نتعامل مع البورد، بحيث ان احنا هنكتب الفيرموير اللي يسمح للابلكيشن بتاعتنا تتعامل مع البورد زي ما خدنا في الكورس بتاع المايكرو كنترولر او الامبيدد سيستم. انت دلوقتي عايز تعمل ابلكيشن، الابلكيشن دي هتستخدم تارجت بورد معينه، بورد دي فيها ريجسترز معينه، فيها بريفرالز معينه، طب هتشغل الحاجات دي ازاي؟ لازم تبقى عارف الانترنال زي ما زميلك الانترنال ريجسترز بتاعت البريفرالز والبورد والمايكرو كنترولر اللي على البورد، وتبتدي ان انت تبني فيرموير ان هو يترجم الكوماندز او الابلكيشن بتاعتك ل ماشين لانجويج عشان خاطر انها تشغل البورد. الكلام ده كله هيتعمل في اطار ابلكيشن ظريفه في الاوتوموتيف اللي هي الاكتيف سيفتي بريكنج، ان انت هيبقى في رادار، الرادار دوت يبتدي تاخد انت القرايات بتاعته تترجمها لمسافه، المسافه ديت تبتدي تحط ليميت، ساعتها تدي وورنينج مسافه معينه، تدي وورنينج مسافه معينه، تشغل البريك بتاعت العربيه. وهنعمل سيميليشن، في سيميليتورز للحاجات دي على فكره، فبرضه الشركه هتوفر لنا السيميليتور وهنقدر نعمل سيميليشن للابلكيشن بتاعتنا ونتاكد ان هي شغاله. بس في بروجكت اخير اللي هو البيوميديكال مع دكتور طارق ودكتور احمد هشام، ده احنا اللي هنبقى مسؤولين عن الجزء السنسنج. هو عنده سنسور اوبتيكال هيبتدي يدينا قرايات، القرايات دي لازم نترجمها الى useful meaning، فهنبتدي نشوف التغير في القرايات بتاعة السنسور دي، نترجمها ل pulses ونقدر منها نعرف النبضات بتاعة القلب والتنفس والضغط والكلام. فهي دي digital signal processing. فهو الناس اللي هتخش في الكلام ده برضه هتبقى ريليتد للديجيتال ديزاين شويه. طبعا هو في جزء من التيم اوبتكس، انا بتكلم على الجزء اللي هيشتغل في الايه الدي اس بي. اتمنى كده تكون المشاريع وضحت. بالنسبه للسلكشن بروسيس برضو يعني اوريدي انتوا عارفين، بس ايه يعني نعيد. انا شخصيا خدت السي فيز، هبتدي ابص في السي فيز، هبتدي
اعمل ميتنج للناس اللي انترستد في كل بروجكت، ويبقى فيه زي اسئله تجاوب عليها عشان نبتدي نيفاليويت السكيلز بتاعتك. انت بتقول مثلا والله انا واخد كورس فيريلوج، طب اكتب لي كذا بالفيريلوج. انا واخد كورس امبيدد وامبيدد سي، طب اكتب لي كذا بالسي. هنيفاليويت بس السكيلز بتاعتك في الميتنج دوت عن طريق اساينمنتس صغيره، وبناء عليها مع التقدير بتاعك مع السي في بتاعتك هبتدي افاضل بينكم. السنه دي القسم يعني مهتم جدا بان احنا ندخل التقدير في الموضوع، انا كده كده كنت بدخله، بس عشان انتوا تبقوا عارفين كنوع من العداله يعني في التوزيع. بس انا زي ما بقول لك، انا التقدير زائد السي في بتاعتك زائد السكيلز بتاعتك، هم دول ثلاثه فاكتورز اللي هحدد فيهم. فخلال الاسبوع دوت انا هعمل معاكم ميتنجز وهديكم اساينمنتس، بحيث ان احنا على اخر الاسبوع نبقى احنا محددين مين معانا في المشروع او قبل اخر الاسبوع. فانتوا فاضيين ايام ايه؟ بس عشان ما يبقاش انقي يوم في محاضرات. ايه الايام الاجازه بتاعتكم؟ احنا الاربع اجازه، وانا معتقد اول اسبوع مفيش سكاشن، فيبقى اربع وخميس اجازه مظبوط. ايه ده يعني؟ اثنين وثلاثة محاضرات، الثلاث واربع وخميس. طيب حلو. الثلاث والخميس فيهم سكاشن، فلو مفيش سكاشن اول اسبوع يبقى كده ثلاثة. ماشي، يبقى غالبا هرتب معاكم على الثلاث، بحس ان احنا ايه نخلص الموضوع فعلا على اخر الاسبوع. بس الكلام يعني هبعت لكم عن طريق مندوب الدفعه. اوكي ماشي، ناخد بريك بقى ويعني نص ساعه ونتقابل على الساعه 1. شكرا جزيلا. لو في اي اسئله في أول محاضرة جاية نتكلم فيها، لو في أي أسئلة دلوقتي نتكلم فيها، ولو برضو فكرت في حاجة وعايز تسألني بخصوص البروجيكتس خليها برضو في أول محاضرة جاية. حد عنده أسئلة دلوقتي؟ هو ممكن بس سؤال بسيط يا دكتور؟ اتفضل. هو دلوقتي لو مثلا مجموعة مقدمة كتيم، برضو الميتنج هيبقى مع التيم كله ولا مع كل واحد في التيم لوحده بالنسبة للبروجيكت؟ ده سؤال ظريف. دلوقتي الناس قدمت كتيم، بس في الاخر في اكسلايه بعتوها لدكتور ايمن فيها عدد انترستد كرغبه اولى في التيم في بروجكت معين تبعي، وناس رغبه ثانيه وناس رغبه ثالثه مثلا. فكل الناس دي هنعمل معاهم ميتنج مع بعض، مش التيم بس اللي قدم، يعني مش هعيد الكلام مع كل ناس قدمت. فكلنا مع بعض في ميتنج واحد، ونبتدي ان احنا ايه نتفق ايه الاساينمنتس اللي هتعملها. هديكوا كلكم يعني ايه نفس الحاجه تقريبا، بحيث ان انتوا ايه بس هيبقى في وقت زمني قليل، بحيث ان انت ايه ما تتعاونش مع زميلك، بقى انت تشتغل تخلصها تبعت. فهمت هنعمل ايه؟ تمام يا دكتور. اوكي. طيب في اسئلة تانية؟ اوكي شكرا جزيلا، ونتقابل على الساعة 1 كمان نص ساعة بالظبط. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس هستنى دقيقة كده يا شباب وابدأ، عشان لسه العدد مش زي الأولانية يعني. دكتور، كان عندي سؤال بخصوص المشاريع لو سمحت. طيب ثانية واحدة عشان أبدأ أسجل. تمام. أو مين اللي ابتدى يسجل؟ في حد غيري ابتدى يسجل؟ لا، هو من المرة الأولانية يا دكتور. يكمل تسجيل؟ اه، مكمل تسجيل. غريب، ما كانش بيعمل كده. احتمال غالبا أنا كنت بستوب الريكوردينج. طيب ماشي. اتفضل السؤال. دكتور، هو حضرتك قلت ان هيكون في تاسك حضرتك هتطلبه مننا في الميتنج اللي هنعمله يوم الثلاث، مظبوط؟ طيب، غير التاسك ده هيكون في اسئله في خلال الميتنج نفسه، يعني اسئله انترفيو مع كل واحد، ولا لا هيكون لا بس؟ لا، انترفيو مع كل واحد مش هنخلص. لا تمام. والتاسك ده هيبقى شبه موحد لكل الناس اللي مقدمة في المشروع الفلاني، يعني لو ديشتن مثلا يعني. أيوة. تمام، شكرا يا دكتور. لا فهمي. دكتور، طيب بالنسبة للبروجكت بتاع الأوتوزار، لو في حاجات احنا المفروض هنذاكرها خلال الترم الأول، يعني مش هنذاكرها، يعني كنا عاملين حسابنا نذاكرها في الترم الأول، التسكات هتبقى على الإمبيدد بس، يعني مثلا أوتوزار كنا هنذاكره في الترم الأول، البروجكت نفسه التاسكس نفسها تبقى على الامبيدد سي بس، او السكيلز يا اللي احنا حبيبي، ذاكرها بس. أكيد هسألك في حاجات تعرف تجاوبها، ما تقلقش يعني. طيب تمام. وزي ما أنا قلت يعني، السكيلز اللي أنت المفروض قايل أنا عارفها بس، يعني مش أكتر من كده. طيب نبدأ معايا ثانية واحدة. أنا في بس تصليح حابب أقوله، أنا في البروجكت اللي هو الـ مع دكتور طارق ودكتور أحمد هشام، الفكرة بس إنه مش أنا قلت ديجيتال ديزاين، هو مش شرط ديجيتال ديزاين، هو هيبقى دي اس بي، ممكن تتعمل على امبيدد بروسيسور برضو، على حسب احنا هنحتاج ايه، بس يعني يفضل انها هتتعمل على امبيدد بروسيسور، بحيث ان احنا هنقدر ننفذها ونشغلها. احتاجنا حاجات مش موجودة على الامبيدد بروسيسور، ممكن نلجأ للاف بي جي اي، بس هو في الاساس embedded programming على ال DSP اللي احنا عايزين نعمله بالنسبة للريدنجز بتاعت السنسور. فأنا غلطت بس وقلت ديجيتال ديزاين، لا هو embedded. طيب نبدأ المحاضرة.
الناس شايفة السلايد؟ تمام. بنقول ايه اللي جوه الشيب؟ دي صورة بتاعت انتجريتد سيركت، يعني حطيناها في حامض كبريتيك كده، كان الجزء اللي فوق. فالانتجريتد سيركت هي الجزء الصغير السيليكون اللي موجود جوه البلاك بوكس ده، هي دي الانتجريتد سيركت. امال ده ايه؟ امال اللي حواليها ده ايه؟ هتلاقي ان حواليها ايه، اسلاك ذهبي كده طلع صح، وبعدين بلاستيك اسود، وبعدين رجلين معدن. اوكي، ايه دول؟ دول اسمهم الباكج، الجزء اللي جواه الانتجريت سيركت ده اسمه الباكج، اللي هي العلبة اللي بتتحط فيها. العلبة دي بتتكون من سيلينج ماتيريال، اللي هي المادة السوداء دي، دي بتعزل، دي بتتكبس على السيليكون والحديد دوت، بحيث ان هي تبقى مادة عازلة تماما من العوامل الجوية، ما حس الرطوبة ما تخشش والأتربة والكلام. الرجلين دول اسمهم pins، الرجلين اسمهم pins ماشي. يبقى دي insulating material ودي pins، والأسلاك الذهبي دي اسمها bonding wires، الوايرز اللي بتوصل بين الانتجريتد سيركت والرجلين الحديد، عشان الرجلين الحديد دي هي اللي هتتلاحم في البي سي بي اللي هي البرنتد سيركت بورد، وتبقى في جوه الجهاز. فالسيجنالز توصل للرجل الحديد دي، تخش من السلك الذهبي ده، تروح لجوه الاي سي اي، تروح لحد الترانزستور اللي هيستقبلها جوه الانتجريتد سيركت. تمام؟ طيب، فده فعليا الشيب. بنقول على الانتجريتد سيركت بالباكج مع بعض، بنقول شيب رقيقة. اوكي، لو خدنا كروس سيكشن جوه بقى الانتجريت سيركت، جوه الانتجريت سيركت نلاقي ايه؟ نلاقي ان عندي حتة سيليكون، وبعدين فوقها ترانزستورز، دي الجيت ودي السورس ودي الدرين، وبعدين فوقها ميتال لايرز متقسمين طبقات كده، ده بولي وده ميتال 1 وميتال 2 ميتال 3 ميتال 4 ميتال 5. الطبقات بتاعت الميتال دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كل طبقة حتتين، حتة واير وحتة vertical connection. بص هنا، حتة vertical connection وحتة horizontal connection، حتة vertical connection وحتة horizontal، بس هي داخلة جوه السبورة، داخلة جوه الشاشة، حتة vertical وبعدين حتة horizontal أو planar ماشية إيه؟ موازي للسيليكون يعني. أوكي، دي اسمها metal layers، والحتة ال vertical اسمها via layers، يبقى في via layer وفي وراها metal layer. دول بيعملوا إيه؟ دول بدل الأسلاك اللي هنوصل بيهم. أنت لما بتيجي أنت على بريد بورد وبتوصل، بتمسك سلك توصل من ترانزستور للترانزستور اللي جنبه او للريزستور وهكذا. الاسلاك بتعدي، ممكن تعدي فوق بعض، ممكن تعدي جنب بعض. كل سلك انت ماسكه بيبقى حواليه انسوليتور ملون كده، بيغطي المعدن عشان ايه؟
عشان لو لمسوا بعض يبقى في عزل بينهم، ما يجيش سلك يلمس في سلك تاني يبقى في كونكشن. طب هنحقق دي ازاي؟ انتجريتد بقى على على شريحه السيليكون الصغيره اللي بنينا عليها الترانزستورز الصغيرين دول، مش معقوله هنجيب اسلاك. فبتبقى معموله في طبقات بحيث حاجه زي كده هي سلك وصل بين الجيت دي وبين السورس والدرين دول، حاجه زي كده سلك وصل بين الدرين ده لحاجه تانية بعيده مش باينه، ده سلك وصل بين الكورة دي اللي هنقول ايه هي وبين حاجة تانية الطبقة اللي تحت برضو مش باين. فيبقى الأسلاك بتتعمل في طبقات، بحيث ليه الطبقات؟ عشان يبقى في انسوليتور. شايف المادة الرصاصي دي؟ انسوليتور، عزل، بحيث ان الأسلاك ما تلمسش في بعض. فدي طريقة ميكروسكوبية إن إحنا نعمل أسلاك. طيب إيه الكورة اللي فوق دي؟ الكورة اللي فوق دي، دي كورة من القصدير بنسميها سولدر بامب، كورة اللحام، سولدر بامب أو سولدر بولز، دي كور للحام عشان تلحم بقى السلك الذهبي ده في الكورة دي ويبقى واصل بالانتجريت السيركت بتاعتك. ده شكل مجسم للوايرز عشان تتخيل الوايرز بتمشي ايه، بلانر في وفي الطبقة اللي تحتها اللي هي الفيا بتمشي فيرتيكال فيرتيكال وبعدين بلانر وبعدين فيرتيكال، اهو شايف فيرتيكال دي فيا وبعدين بلانر واير بعدين فيرتيكال فيا وبعدين بلانر واير. ده الشكل الفعلي للانتجريتد سيركت. طيب يعني فيها ايه بقى؟ فيها شريحه من السيليكون سبستريت موجود عليها ترانزستورز ان موس وبي موس اللي متصنع على السطح، وبعدين فيها وايرز. الوايرز دي زي ممكن تبقى ألومنيوم، أول ما ابتدوا تصنيع كانوا بيستخدموا الألومنيوم، حاليا كل التكنولوجيز بتستخدم كابر عشان الخصائص بتاعته أحسن وأغلى طبعا، بس إيه الخصائص بتاعته أحسن. وزي ما قلنا بيتعمل طبقات، طبقة فيا وطبقة ميتال واير وكونكتد بعض بحيث ان يحققوا التوصيلات اللي انا عايزها، وبينهم بيبقى في انسوليتنج ماتيريال عشان اول حاجه طبعا العزل الكهربي ما يبقاش حاجه واصله بالتانيه، وتاني حاجه السبورت الميكانيكي ان يبقى ايه الواير راكز على حاجه ليها يعني ثابته مش شعلق في الهواء. هل كده بس؟ لا، بيقول لك ان اوبشنالي تقدر كمان تعمل باسيف ديفايس زي ايه ريزيستور كاباستور اندكتور، دول الباسيف سيركت اليمنتس الريزيستور والكاباستور والاندكتور. هل ممكن يتعملوا على الانتجريت سيركت؟ ممكن بطرق معينه زي ما عملنا الترانزستور شكل صغير، زي ما عملنا الواير شكل صغير بنقدر نعمل الريزيستور بشكل صغير، بنقدر نعمل الكاباستور بشكل صغير والاندكتور كذلك بشكل صغير، بحيث يبقى كل السيركت موجوده انتجريتد على حته من السيليكون. الباسيف ديفايسز دي بتكلف، الريزيستور مش هيكلف قوي، انت تقدر تعمله على السيليكون في كذا طريقة يعني مش هنخش في تفاصيلها، بس مش مكلف قوي. الكاباستور أحيانا بتحتاج تزود ميتال لاير عشان تعمل فيها كاباستور، فده يكلفك شوية. الاندكتور هيكلفك كتير لأنك بتوسع له مكان وبتعمل
استخدم ستاك كبير من الميتال لايرز عشان تعمل الوايندنجز بتاعته، اللفات بتاعت الايه الاندكتور. فالحاجات دي تكلفه زياده، الديجيتال سيركتس ما بتحتاجهاش طبعا، دي ما بنستخدمهاش غير في الانالوج والار اف سيركت، وبالتالي هي اوبشنال ما بتتعملش، او التكنولوجي ما بتسمحش بتصنيعها عشان توفر التكلفه. بالتالي دايما لما تيجي تكونتاكت مصنع عشان تختار تكنولوجي، في تكنولوجيز مخصوصه للديجيتال وتكنولوجيز مخصوصه للار اف والانالوج. بيقول لك التكنولوجي لو هتسبورت ريزيستورز، الديجيتال بتسبورت الريزيستورز عادي يعني، بس مش هاي اكيورسي. لو هتسبورت هاي اكيورسي ريزيستورز وكاباستورز هتبقى سعرها كذا، لو هتسبورت اندكتورز هيبقى سعرها كذا. الكاباستورز حتى بيبقى فيه انواع يعني. ففهمنا ايه اللي موجود جوه الشيب، ويعني ايه انتجريتد سيركتس، والكروس سيكشن بتاعها. طيب جميل قوي، تعال نشوف بقى خطوات التصنيع. اول حاجه حته السيليكون دي اللي هحط عليها الترانزستور دي، هجيبها ازاي؟ ففي مصانع مخصوصه بتعمل حتة السيليكون اللي هحط عليها الترانزستورز، بتعملها على شكل زي كأنه كده العيش السوري ده مدور ومبطط خالص كده، طبقة رقيقة بنسميها ويفر، بنسميها ايه ويفر. يبقى حتة السيليكون اللي هبني عليها الترانزستورز والوايرز وهحولها للانتجريتد سيركت دي اسمها ايه ويفر. في مصنع مخصوص للويفرز بتاعت السيليكون، المصنع ده هو مسؤوليته بس، مش هيطلع دايره، هيطلع لك البتاعات المدوره دي، الويفرز المدوره دي، عشان المصنع التاني اللي بيعمل الانتجريتد سيركت ياخد دي ويعمل عليها الدايره. هي الويفرز دي معموله ايه؟ من سيليكون، والسيليكون ده اللي هو ايه الرمله، تمام. فبيبقى المصنع ده عباره عن فرن كبير بيسيح الرمله، بيبتدي ينقيها، بيبتدي بعد ما ياخد الرمله النقيه يبتدي يحط عليها حاجه اسمها سيليكون سيد. سيد اللي هي بذرة، يعني جزء كريستالين. خلي بالك الرملة لما تسيح هتبقى ايه سائلة، مش شكل كريستال خالص، ولو سبتها تجمد هتبقى زي الإزاز، ما الإزاز سيليكون بس أمورفس مش شكل كريستال. طب أنا عايز الويفر دي لازم تبقى سينجل كريستال، كل البتاع المدورة دي سينجل كريستال. طب ازاي هعملها؟ فبنجيب حتة كريستال صغيرة بنسميها سيليكون سيد، نحطها على سطح الرملة السايحة السيليكون السائل، ونبتدي نحركها بطريقة معينة بحيث إن تبتدي السطح ده يبرد ويكون يبني على السيد دي طبقات من الاتومز في شكل كريستال، فيطلع لك، شايف انت الراجل اللي واقف ده جنبه عود كبير جدا يلمع، ده ايه ده؟ ده عباره عن سنجل كريستال اوف سيليكون اللي طالعه من الفرن، السيد بتبقى فوق كل دي سنجل كريستال اوف سيليكون، دي بنسميها انجوت. اوكي، عامل زي اللانشون ده اللي بعد كده هيتقطع، ده اسمه ايه انجوت. الانجوت بيتاخد على منشار دقيق بيقطعه لسن ويفرز تبقى رفيعه
في حدود نص ملي لملي، ودي تتغلف بطريقة محكمة وتروح للمصنع بتاع الانتجريتد سيركت. اوكي، يبقى عرفنا ايه ثلاث مسميات اهو، الويفر والانجوت والايه والسيد. في طريقة مشهورة الناس بقى اللي تحب تقرأ أكتر، الطريقة الأحسن طريقة لتصنيع الويفرز اسمها شوكرالسكي ميثود، دي الناس اللي حابة تقرأ ممكن إيه تدور عليها. طب الويفرز يعني عشان التصنيع لازم يبقى الديامتر بتاعها دقيق جدا، الديامتر لازم يبقى ثابت والسيكنس بتبقى ثابتة عشان هتخش بعد كده في مكان يتعامل معاها، فلازم يبقى الدايمتر مظبوط والسيكنس مظبوط. أول ما ابتدوا يعملوا ويفرز كانت بادية ب 10 سنتي الدايمتر، حاليا في 45 سنتي الدايمتر. تخيل الويفر كبيرة جدا. ايه الحكمة؟ لما ندرس بقى التكلفة هنفهم ان كل ما كبر الويفر كل ما اقدر احط عليها ايسيهات اكتر، كل ما ده هيوفر لي في التكلفة. الريزيستيفيتي دي اللي هي الدوبينج، الريزيستيفيتي هي الدوبينج، فالريزيستيفيتي بتاعتها بتبقى مكتوب عليها بحيث المصنع بيبقى عارف الدوبينج وعارف التايب بتاع الدوبينج عشان يقدر يبني عليها الترانزستورز اللي هو عايزها. بعد ما خدت الويفرز هروح للمصنع اللي بيعمل الانتجريتد سيركتس. المصنع اللي بيعمل الانتجريتد سيركتس بياخد الويفرز دي بيبتدي يعمل عليها عمليات كيميائية وفيزيائية، يصنع الترانزستور ويصنع الوايرز اللي شفناهم دول. بيعمل الترانزستور ازاي وبيعمل الواير ازاي، ازاي يحدد مكان الترانزستور وازاي يحدد مكان الواير، ده بعمليات ضوئية فوتو سينسيتيف ماتيريال، بيجيب ماتيريال حساسة للضوء ويسلط الضوء من خلال ماسكس بحيث ان يقول هنا واير هنا مش واير، هنا ترانزستور هنا مش ترانزستور، هنا الجيت هنا السورس هنا الدرين، كل ده عن طريق عمليات ضوئية وعن طريق الايه الماسكس اللي بتحدد له الاماكن بتاعت الحاجة. بينفذ خطوات التصنيع، تبقى الويفر مرسوم او مصنع عليها كل الترانزستور بكل الوايرز. طبعا انا مش هعمل دايرة قد الويفر، انا ممكن ابقى الدايرة بتاعتي مثلا مليون ترانزستور، المليون ترانزستور دول يجوا في حتة صغيرة من الويفر. طب والباقي ارميه؟ قالك لا، الباقي اعمل فيه نسخة تانية نسخة تالتة نسخة رابعة، فتقعد تكرر التصنيع بتاعك دي اللي هو المربعات دي على سطح الويفر، بحيث ان بعد ما تخلص التصنيع على الويفر بالكامل بتقوم قاصصها المسافات اللي متسابة دي عشان المنشار يجي يقص الويفرز، يقص الويفر لحتت مربعات صغيرة. المربعات الصغيرة دي اسمها دايز، اسمها ايه؟ دايز، المفرد بتاعها داي. اوكي، الدايز دي بعد كده كل واحدة تتحط في الباكج وتعمل شيب. يبقى ايه اسامي كتير اهو دخلت دماغنا، برضو في ماسكس، في بروسيسد ويفر، في داي، في شيب، في باكج. ده الكلام اللي احنا قلناه، ان بنبني الانتجريت سيركت على الويفر طبقة طبقة باستخدام
عمليات حساسة للضوء اسمها فوتوليثوجرافي، وباستخدام ماسكس، وبنعمل عمليات مختلفة في اوكسيديشن، في ديفيوجن، في ايون امبلانتيشن، في اتشنج. هنشوف ايه العمليات دي، بس دي اساميهم يعني كامثله. في عمليات بتتم على اماكن معينه واماكن لا، وفي عمليات بتتم على الوفر بالكامل. بعد ما نخلص تصنيع قلنا بنقصهم بالمنشار لحتت مربعات صغيره اسمها دايس، وبنجمعها بنحطها في باكج وتبقى تشيب، والتشيب دي طبعا في الاخر بتتلحم للبي سي بي. الفكره وصلت ولا حد عنده سؤال؟ دكتور هو ينفع سؤال لو سمحت؟ اتفضل. هو ينفع بس حته اللي هي السيليكون والنبي يعني توفيرا للوقت، ما حدش يسالني ينفع سؤال، اسال في اي وقت. يفضل بقى يفضل لما اقف طبعا، بس برضو لو حاسس ان انت حتوه ممكن تقاطعني وتسال. هو كنت بس اللي هي الحته بتاعت السيليكون سيت دي انا ما فهمتهاش قوي، يعني احنا بنحط يعني ايونز من السيليكونز ولا لا؟ بتمسك حته كده مكعب عباره عن سنجل كريستال اوف سيليكون، طبعا ما تمسكوش بايدك يعني، المكنه بتحط مكعب عباره عن سنجل كريستال اوف سيليكون. جاي منين؟ جاي بطريقه تصنيع تانية او جاي من كريستال قديمه عندك، وتحطها على سطح المولتن سيليكون، فتبتدي ان هي ايه تلامس السطح ده، وبطريقه تبريد معينه وحركه معينه بتبتدي ان انت تشد السيت دي لفوق شويه وتبني طبقات من الكريستال تحت السيت. يعني السيت بتبقى على الوش كده، تعمل لاير اوف اتوم على تكمل بيها الكريستال، بعد كده لاير اوف اتوم تزود بيها الكريستال، لاير اوف اتوم تزود بيها الكريستال، لحد ما يطلع لك البتاع الكبير قوي دوت اللي اطول من الراجل. تمام. اوكي. فالسيد هي مكعب من السيليكون. طبعا ممكن عشان الدوبينج الناس بقى تسال طب هعمل الدوبينج ازاي؟ بحط الدوبند في الفرن مع الدوبينج ماتيريال سواء دونرز او اكسبتورز، بتتقلب وبتتوزع، ولما تتكون الكريستال الاتومز بتاعت او الايونز بتاعت الايه الدونرز والاكسبتورز تبقوا موجودين في الكريستال. طيب هنشوف خطوات التصنيع. في سؤال تاني؟ هو الشيب نفسها اللي هنحط فيها الداي دي تبقى هنعملين الاول لا لا الكلمه غلط، الباكج اللي هتحط فيها الداي. باكج سوري. لما تحط الداي في الباكج يبقى اسمها شيب. ماشي تمام. الباكج اللي هنحط فيها الداي دي بان احنا عاملين الوصلات اللي هي الترنر دي الاول، ولا احنا الاول بنحط الداي وبعد كده نعمل الوصلات؟ لا، الرجلين الحديد بتبقى موجوده الاول وبيبقى فيها مكان فاضي كده يعني زي قالب تحط فيه الايه الداي، وبعد ما تلزق الداي بتبتدي تعمل الخطوط الذهبي الرفيعه دي توصل الرجلين الحديد بال الانتجريتد سيركت بتاعتك اللي هي الداي. يعني تعالى ارجع لهنا، الوايرز دي الذهبي بتتعمل ما بتبقاش جوه الباكج ده، انت الباكج ما بيبقاش فيها الوايرز دي، تبقى فيها مكان تجويف تحط فيه الانتجريت سيركت، وبعدين بتجيب مكنه مخصوصه توصل الرجل الحديد دي بالانتجريت سيركت، وبعد كده بتجيب زي فرن يبتدي يسيح الماده السوداء دي ويعزل بيها يقفل بيها على الايه على الانتجريت سيركت. تمام يا دكتور شكرا. ماشي. على فكرة برضو الواير الرفيع ده بيبقى ذهب، يعني هو لونه ذهبي وبيبقى داخل فيه عبارة عن سبيكة داخل من ضمنها الذهب لخصائص معينة، يعني هو لونه ذهبي ده حقيقي يعني.
احنا زي ما قلنا في كورس مخصوص على التصنيع اللي بيديه دكتور هاني اللي هو التكنولوجي، بس احنا هنشوف حبه خطوات عشان نبقى برضو فاهمين هو الانتجريت سيركت دي بتتعمل ازاي. اهم خطوه وهي دي اللي سمحت لنا اصلا ان نعرف نعمل انتجريت سيركت اسمها الفوتوليثوغرافي. فوتوليثوغرافي يعني النحت الضوئي، الترجمه الحرفيه. ازاي النحت الضوئي؟ يعني قال لك يعني اللي اخترع البتاع ده عمل هو التكنولوجي بيز ده على الكاميرات. عارفين انت الفيلم بتاع الكاميرا زمان؟ الفيلم بتاع الكاميرا ده ماده حساسه للضوء، يقع عليها الضوء الاحمر يديك لون احمر، يقع عليها الضوء الازرق يديك لون ازرق، وهكذا. فبرضه من ضمن يعني الكيمستري اللي في الموضوع ان في مواد حساسه للضوء بيتغير الطبيعه بتاعتها على حسب الضوء. ماده ممكن تبقى لزجه تتعرض للضوء تبقى صلبه، او ماده صلبه تتعرض للضوء تدوب. فالماده الحساسه للضوء دي اسمها فوتو ريزيست، اسمها فوتو ريزيست اختصارا بي ار. احنا بنجيب ماده حساسه للضوء طريه نغطي بيها السطح الويفر، نعرضها للضوء، فالحتت اللي تعرضت للضوء تنشف تبقى صلبة، والحتت اللي ما تعرضتش للضوء تدنها طرية. بعد كده نشيل ندوب الحتت الطرية دي، هيتبقى الحتت الصلبة. فبقى أنا قدرت إني أغطي مكان وأكشف مكان. شوف هنا في الآخر أنا عرضت مكان للضوء فبقى صلب، والمكان اللي ما تعرضش للضوء بقى إيه؟ طري. هنا أهو هعرض الضوء من خلال ماسك. الماسك ده زي ما انتم شايفين اهو في حته معتمه، مربع اسود اهو معتم والباقي شفاف. فلما هعرض الضوء ايه اللي هيحصل للفوتوريزيست اللي انا حطيته اللي هو الطبقه المهشره؟ الجزء اللي تعرض للضوء بقى صلب، والجزء اللي ما تعرضش للضوء اللي هو كان في الضله تحت المربع ده استنى طري. احطه في ماده مذيبه، الجزء الصلب مش هيدوب، الجزء الطري هيدوب، ويبقى عندي جزء مكشوف من سطح السيليكون. اقدر اعمل اي عمليه كيميائيه حتى يعني لو مثلا حطيت مي يعني ماده مذيبه للسيليكون هتدوب ايه؟ هتدوب الحته المكشوفه بس. يبقى انا عن طريق الفوتوليثوغرافي دي قدرت اكشف مناطق واغطي مناطق بحيث اعمل العمليه اللي بعدها سيلكتيفلي في اماكن واماكن لا. بعد ما اخلص العمليه اللي بعدها اقدر اقشر الفوتوريزيست الصلب ده. اوكي، الخطوه دي اسمها اشنج بشيل الفوتو ريزيست، مش مكتوبه هنا يعني بس ايه. دكتور اتفضل. هو احنا بنعرض الماسك ده نفسه على طول الويفر، ولا هو بيبقى الماسك ده مقاس الويفر، ولا بيبقى عامل عباره عن ايه؟ سؤال ظريف، طب خلي هجاوب عليه في كمان شويه. تمام اوكي ماشي. فيبقى الفوتوليثوغرافي عبارة عن إيه؟ إني بحط مادة حساسة للضوء طرية، بعرض بسلط الضوء على ماسك، و
الضوء يعدي يخبط في الويفر وفي الفوتو ريزيست اللي على الويفر. الضوء لما يعدي يصلب الايه الفوتو ريزيست، والحتت اللي في الماسك المعتمه مش هتتصلب وهدوبها، يبقى انا بقى عندي اجزاء مكشوفه واجزاء متغطيه. اقدر اعمل خطوه بعد كده هتتعامل مع الاجزاء المكشوفه ومش هتعرف تتعامل مع الاجزاء اللي تحت الفوتو ريزيست اللي هي متغطيه. هي دي الفوتو ليثوغرافي. بعد ما اخلص العمليه الكيميائيه اللي بعدها ابتدي اقدر اقشر الجزء المتصلب من الفوتو ريزيست. زميلنا بيقول هو الماسك ده شكله ايه؟ الماسك ده بيبقى كوارتز، معمول من كوارتز ومرسوم عليه بميتال او الوي مخصوصة يعني، لازقة على السطح بتاعته بحيث تعمل الحتت الايه المظلمة، الحتت المعتمة اللي مش هيعدي منها الضوء. طب الماسك ده بيبقى قد ايه؟ بيبقى قد الايسي هاي اللي انت عايز تعملها. الاي سي هاي مقاسها كذا في كذا، بترسم ماسكس على قد الاي سي هاي دي، فيه كل اللي ايه لكل خطوه من الخطوات اللي ايه التصنيع. والماسك ده تسلط الضوء على الويفر بحيث انه ينقل الرسمه على الويفر. فزميلنا هيسالني سؤال انا قلت اسبقه اهو، يقول لي طب الماسك على قد الاي سي اللي هي مربعه والويفر مدوره وكبيره، طب بقيه الويفر هتعمل فيها ايه؟ هقول لك احنا بنسلط الضوء على الماسك على جزء من الويفر، ونكرر في الحته اللي جنبه ونكرر في الحته اللي جنبه ونكرر في الحته اللي جنبه، بحيث ان احنا ننقل الرسمه دي على كل الويفر في مربعات جنب بعض. فاكر الصورة دي؟ تسلط هنا بالماسك، وبعدين تسلط جنبها بالماسك، وبعدين تسلط الضوء جنبها بالماسك، وهكذا وهكذا لحد ما تغطي الويفر كلها. وعشان كده الجهاز بتاع الفوتوليثوغرافي اللي بيسلط الضوء اسمه ستيبر. ستيبر ليه؟ لأنه بيعملها ايه؟ حتة حتة، يسلط الضوء ويموف وان ستيب جنبه يسلط الضوء وهكذا. طيب هو دكتور الماسك ده بيبقى جاي من اللي اوت اللي عاملها الديزاينر قبل كده مش كده؟ هنقول الماسك دوت بيجي ازاي. حاضر، عندنا نوعين من الفوتو ريزيست. نوع ممكن يتصلب لما يتعرض للضوء، في هذه الحالة الرسمة زي الفجر اللي عندنا، الرسمة اللي طلعت هي زي الماسك ولا النيجاتيف بتاع الماسك، العكس بتاع الماسك؟ ده اللي موجود في الماسك. واحد كان هيرد، اتفضل. وهتبقى زي الماسك كده يا دكتور؟ لا خايب. لا كده هتبقى النيجاتيف بتاعت الماسك. هقول ما خلاص، طالما قلت له خايب يبقى العكس. ماشي، ليه بقى؟ اهو الرسمه اللي في الماسك ايه، مربعه اسود اهو، الجزء اللي هنا بقى مش موجود، يعني اللي موجود في الماسك بقى مش موجود في الايه، في الفوتو ريزيست، واللي مش موجود في الماسك بقى موجود في الفوتو ريزيست. يبقى ده النيجاتيف، الابيض بقى اسود والاسود بقى ابيض، يبقى ده النيجاتيف. يبقى ده بنسميه نيجاتيف فوتو ريزيست. يبقى اللي شرحناه ده بنسميه ايه؟ نيجاتيف فوتو ريزيست، اللي هو بيرسم الفوتو ريزيست اللي بيتبقى بيبقى النيجاتيف بتاع الماسك، واللي هو بمعنى اخر انه بيتجمد او بيتصلب في الاكسبوزد ارياز، الجزء اللي اتعرض للضوء هو اللي يتصلب، الجزء اللي ما يتعرضش هو اللي يدوب. في نوع عكسه، في نوع اسمه بوزيتيف فوتو ريزيست،
ده بيتصلب في الجزء اللي ما تعرضش للضوء. هتقول لي ازاي يعني يتصلب في الجزء اللي ما تعرضش للضوء؟ اقول لك ان هو فعليا هو بعد ما تحطه مجرد ما تعرض للهواء بيتصلب، ولما يتعرض للضوء يبتدي يتحلل. فالجزء اللي ما تعرضش للضوء بيدنه ناشف، والجزء اللي تعرض للضوء تحلل وإيه قدرت تدوبه. فعلى حسب العملية اللي أنا عايزها والماسك اللي أنا هستخدمه أختار أنا بوزيتيف فوتو ريزيست ولا نيجاتيف فوتو ريزيست عشان أحقق العملية أو أحقق الاستراكشر اللي أنا عايز أصنعه. حد عنده سؤال لحد هنا؟ طيب جميل. الماسك اللي بيتعمل ده مكلف جدا. الماسك اللي بيتحط عليه الرسومات دي مكلف جدا، مش عشان الخامة، عشان تصنيعه. تصنيع الماسك مكلف، وبالتالي التكلفة الأساسية في الانتجريتد سيركتس بتتناسب مع عدد الماسكس. يعني مش عايز أقول لك الماسك مثلا لو أنت بتعمل الجيت بتاعت الترانزستور، الماسك ممكن يخش له في مئات الآلاف من الدولارات. الماسك بتاع الواير ممكن يبقى إيه في حدود 10,000 دولار الماسك الواحد. وبالتالي التكلفة، ما انت هتصنع باستخدام الماسك، يبقى الماسك ده داخل معاك في التكلفة. يبقى كل ما الماسك كترت كل ما التكلفة بتاعتك تزيد. فاحنا يا ريت ما نستخدمش ماسك خالص، بس مش هنعرف نعمل ترانزستورز ولا وايرز من غير الماسك زي ما هنشوف قدام. طيب تاني خطوة او تاني عملية عايزين نعرفها اسمها الاكسيديشن. الاكسيديشن دي مجرد ان احنا بنحط السيليكون في فرن فيه اكسجين، فيبتدي السطح اللي مكشوف يتاكسد، والسطح اللي مش مكشوف مش هيتاكسد، صح؟ لما يتاكسد يبقى ايه؟ يبقى سيليكون دايكسايد. السيليكون دايكسايد يختلف تماما عن السيليكون. السيليكون سيمي كوندكتور، السيليكون دايكسايد ده انسوليتور. مفيد ان انا احب اعمل انسوليتور استخدم الايه؟ السيليكون دايوكسيد. ماشي، فخطوه ان انا باكسد سطح السيليكون واحوله سيليكون دايوكسيد، ده اسمه اوكسيديشن. ثالث خطوه عايزين نعرفها هي الديفيوجن. الديفيوجن دي بجيب الدونرز او الاكسبتورز اللي هي الدوبانتس، أدهن بيها السطح بتاع الويفر، فهي الأتومز بتاعتها بتنتشر جوه كريستال بتاعت السيليكون وتبتدي تعمل دوبينج. أسيبها وقت معين أنا حاسبه اللي يوصل لي دوبينج اللي أنا عايزه، وبعد كده أغسل سطح الويفر. يبقى الديفيوجن دي عشان اعمل ايه؟ عشان في الاخر اعمل دوبينج. بعملها ازاي؟ ان بحط الدوبانتس على الاكسبوزد ارياز، بعد كده بزود درجه الحراره واسيب وقت معين، فيبتدي الدوبانتس دي تنتشر جوه الكريستال بتاعت السيليكون، وبعد ما اخلص الوقت واوصل للدوبينج اللي انا عايزه أو مغسل سطح الويفر. طيب الدوبينج بعملية الديفيوجن كان بيطلع وحش، بس هي دي الطريقة اللي كانوا بيستخدموها. بيطلع وحش ليه؟ لأن المادة لما تسيبها مع الوقت تنتشر بيبقى لها توزيع كده بروفايل statistically، بيبقى exponential decay،
يعني بيبقى عالي على السطح وبيبتدي يقل اكسبوننشالي اكسبوننشالي كل ما تبعد عن السطح. الشكل الاكسبوننشال ده ما كانش حلو قوي في البروبرتيز او في الاداء بتاع الترانزستور، فابتدوا يفكروا ازاي يحسنوه، فاخترعوا طريقه تانية اسمها ايون امبلانتيشن. الايون امبلانتيشن دي عباره اسمها يعني زراعه الايونات. يعني ايه زراعه الايونات؟ او زرع الايونات هو بمنتهى البساطه عامل زي ايه، ما فيش تشبيه في دماغي دلوقتي، بيمسك الويفر يقوم الدوبانس دي يحطها في صوره ايونز، فالايونز دي يقدر يعمل لها اكسلريشن بالالكتريك فيلد، فالايونز تاخد سرعه كده وتنطلق، عمل لها اكسلريشن في اتجاه معين، فالايونز بتاعت الدوبانس بقت بتجري في اتجاه معين. يحط الويفر في وشها، ايه اللي هيحصل؟ الايونز هتخبط في الويفر وتخترقها. طبعا لو الانرجي على حسب الانرجي، لو الانرجي عاليه ممكن تخرمها وتعدي، لو الانرجي قليله قوي هتخبط في السطح وتقع، لو الانرجي حاجه وسط هتخترق جزء كده وتستقر زي الرصاصه مثلا. انت بتضرب حد حاجه بالرصاصه، لو ضربت ورق الرصاصه ليها انرجي اقوى من اللي تخترق الورقه، فهتخترق الورقه وتعدي. انما لو ضربتها في حيطه هتعدي شويه وتستقر في الحيطه. طب لو ضربتها في درع معدن مش هتخترق خالص وهتقع. فيبقى على حسب الانرجي وعلى حسب السطح ذات نفسه اللي انا بخترقه هيتحدد ايه الديستانس اللي هتخترقها الايونز. فبيتحسب الدوز وبيتحسب الانرجي وبيتحسب الانجل، بحيث ان انت تحط الايونز في المكان اللي انت عايزه في الويفر على الدبس اللي انت عايزه. فتقدر بقى ما لكش دعوه بالاكسبوننشال بروفايل خالص اللي كان بيطلع لك بالديفيوجن، تقدر ترسم اي بروفايل انت عايزه بالايون امبلانتيشن. ممكن تعمله قليل وبعدين عالي وبعدين قليل، ممكن تعمله عالي وبعدين بينزل بالتدريج. اي بروفايل انت عايز تعمله تقدر تعمله بالايه، بالايون امبلانتيشن. عشان كده الايون امبلانتيشن بقت الطريقه المثلى لان انا اعمل دوبينج. حاليا الديفيوجن ده ايه، راحت عليه خلاص. واحد اكيد هيسال يقول طب ده انا كسرت الكريستال، مش الايون هيخترق يعني هيطير الكريستالز، هيطير الايون، هيطير السيليكون اتومز اللي في سكته لحد ما يستقر. هقول لك اه فعلا كريستال بتبوظ. طب ما كده مش هيبقى فيه ترانزستور، مش هيبقى فيه سيمي كوندكتور. هقول لك صح، بس في خطوه بتتعمل تصلح الكريستال اسمها انيلينج. الانيلينج ده هي خطوه بتتعمل بعد الايون امبلانتيشن تصلح الكريستال. عباره عن ايه؟ انك بتحط كريستال المتدمره دي في فرن في غاز خامل او فاكيوم، هي مع الحراره السيليكون اتومز هتبتدي تتحرك وترجع لشكل الكريستال. سبحان الله يعني. اوكي، فالخطوه بتاعت الانيلينج مع انها بسيطه قوي بس ايه مهمه جدا، انها بتصلح لي الكريستال بعد ما اعمل الايون امبلانتيشن. خطوه تانية اسمها اتشنج، او عمليه تانية من العمليات اللي بستخدمها في تصنيع اسمها اتشنج. اتشنج دي يعني اشيل، اتش يعني يزيل، فياكل الماتيريال، ريموفينج للماتيريال. اوكي، طيب
هريموف طبعا الاكسبوزد سيرفيس، الاتش ده بحط ماده بتعمل اتشنج، الماده دي بتلامس السطح تاكل الماتيريال اللي تحتها زي ميه النار مثلا، ميه النار هتلمس حاجه هتاكلها. فالاتش حتى هي برضو ميه النار من ضمن الاتشنتس اللي بتستخدم، بتبتدي انها ايه تشيل الماتيريال اللي تحتها. طبعا لو حاجه مش اكسبوزد، لو السيرفيس متغطي بالفوتو ريزيست، انا بجيب ماتيريال ما تقدرش تاكل الفوتو ريزيست، وبالتالي تاكل بس الاجزاء المكشوفه من السيليكون. طبعا يبقى الماتيريال بتاكل حاجات معينه وما تاكلش حاجات معينه، دي اسمها سيلكتيف اتشنج. سيلكتيف اتشنج دي انها انا عايز اصنع ان انا اشيل الماتيريال من حته معينه عشان اعمل مثلا شكل الجيت المربع ده. هعمل شكل الجيت المربع ده ازاي؟ عن طريق ان انا ممكن احط طبقه وبعدين اشيل اللي انا مش عايزه واسيب الحته المربعه دي، اسيب الخط بتاع الجيت، او نفس الكلام بالنسبه للواير. فيبقى انا عايز سيلكتيفلي اكل ماتيريال وما اكلش ماتيريال تاني، فده اسمه سيلكتيف اتش. طيب فالكيمستري بقى بتخش في الموضوع ده، بحيث ان ايه ماده تاكل السيليكون وتسيب مثلا السيليكون دايوكسيد والفوتوريزيست، ماده تاكل السيليكون دايوكسيد وتسيب السيليكون والفوتوريزيست، وهكذا. فالناس اللي بتخترع العمليات بتاعت الاتشنج دول بتوع الكيمستري، بس لقوا ان الاتشنت ده او الماده اللي بتعمل اتشنج بتاكل في جميع الاتجاهات، يعني حطيتها على السطح هتاكل اللي تحت السطح وبعد كده تنتشر يمين وشمال وفوق ويمين وشمال وتحت، بحيث انها ايه لو انت عامل فتحه صغيره وحطيت فيها نقطة من الاتشنت هتبتدي توسع عن الفتحة اللي انت عاملها. ليه؟ لأنها هتاكل في جميع الاتجاهات. فاخترعوا حاجة اسمها رياكتيف ايون اتش. الرياكتيف ايون اتش ده بيشيل، بياكل في اتجاه الفيرتيكال بس، بحيث لو انت عملت فتحة ياكل اللي تحتها وما توسعش. هتقول لي ده طب ده حاجة حلوة جدا، يعني ايه هو ايه الرياكتيف ايون اتشنج ده؟ الرياكتيف ايون اتشنج ده هو عبارة عن ما بيحطش الاتشنت ده سائل، بيحط الاتشنت ده على شكل يعني فيبور من الايونات، بيبقى فيبور وبيبقى ايونز، ويبتدي يحط الكتريك فيلد متردد بحيث ان الايونز تبتدي تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، وبعد كده يحط الويفر في سكتها، فالايونز تنزل تاكل وبعدين تطلع تنزل تاكل وبعدين تطلع تنزل تاكل، فتاكل في الاتجاه الفيرتيكال بس. يبقى احنا بنتكلم من الاتشنج، احنا هنقول كلمه اتشنج، بس الاتشنج ده لازم بيبقى سيلكتيف، ان انا اشيل ماده واخلي ماده اللي انا عايزها تستنى، وممكن اكل في الفيرتيكال دايركشن لو استخدمت التكنيك اللي اسمه رياكتيف ايون اتشنج. عمليه تانيه مخصوصه للميتال، سوري لا، عمليه تانيه زي ما اقدر اشيل انا عايز احط. الاتشنج كان بيرموف ماتيريال، طب انا عايز احط ماتيريال، ان انا احط ماتيريال اسمها ديبوزيشن. ديبوزيشن اللي هو ترسيب، برسب ماتيريال على سطح الويفر. طيب الديبوزيشن دي مش هتبقى سيلكتيف صح؟ الاتشنج ممكن يشيل مادة ويسيب مادة تانية،
ممكن اخليه يشتغل في الحته المكشوفه من الفوتو ريزيست بس وما يكونش الفوتو ريزيست. طب الديبوزيشن انا هرسب ده، انا هرسب على كل حاجه بقى، يعني حتى لو الفوتو ريزيست موجود ده انا هرسب فوقيه، ما ينفعش اعمله سيلكتيف، ما ينفعش اعمله سيلكتيف. وبالتالي الديبوزيشن من الحاجات اللي زي ما قلنا بلانكت بروسيس ستيب، يعني بتتم على السطح بالكامل زي البطانية كده بتغطي السطح بالكامل. يبقى ما ينفعش اعمل ديبوزيشن فوق الفوتو ريزيست، والا مش هعرف اشيل الفوتو ريزيست، لازم اعمله على سطح الويفر بالكامل. طيب بس لقوا ان احيانا بيحتاجوا ان يعملوا ديبوزيشن في حته معينه وحته تانيه لا. ففي حاجه اسمها سيلكتيف ديبوزيشن، بيعتمد الديبوزيشن ان يحصل بعده كيميكال رياكشن، فالحتت اللي انا عايزها تستنى تتفاعل مع حتت تحت منها فتستنى، والحتت اللي مش عايزها تستنى مش هتلاقي الماده اللي تتفاعل معاها فاقدر اشيلها. دي اسمها سيلكتيف ديبوزيشن، مش هنتعرض لها يعني، بس عشان تبقى عارف ان في برضه سيلكتيف ديبوزيشن. طيب واحد هيسال سؤال منطقي، طب انا لو عملت ديبوزيشن وغطيت الوفر كلها، طب هي كده يعني انا صنعت، هتفيدني في ايه؟ هل انا في ستراكشر هبقى محتاج انه يغطي الوفر بحلها؟ اقول لك لا، كلامك مظبوط. فلازم بعد ما اعمل ديبوزيشن اعمل ماسك واعمل اتشنج للحتت اللي انا مش عايزها موجوده. الديبوزيشن دايما بيبقى مرتبط بعده بماسك وبعديه اتشنج، بحيث ان انا اشيل الحتت، اغطي الحتت اللي عايزها تستنى واشيل الحتت اللي انا مش عايزها من الديبوزيشن. اخر حاجه هنشوفها الميتاليزيشن، ده نوع مخصوص من الديبوزيشن بس بالنسبه للمعادن فقط، ما بنسميهاش ديبوزيشن لان هو المعادن مش هنرسبها، ماشي؟ بيبقى اسمه ميتاليزيشن. هو التكنيك مبني على انه بيبتدي يطير، يعني بيخبط المعدن ب الكترون جان، بيبتدي الاتومز بتاعه المعدن تطير، ولما تطير تقع على سطح الويفر، فهي ما هياش ترسيب قد ما هي تعتبر طرطشه يعني. فعشان كده المسمى بتاعها سباترينج، سباترينج ما هياش ديبوزيشن، بس الاثنين ليهم نفس الايفكت، انه بيعمل لك طبقه من المعدن مغطية الويفر كله، ولازم برضو تعمل ايه؟ تعمل ماسك وبعدين تعمل اتشنج عشان تشيل اللي انت مش محتاجه. دكتور اتفضل. هو طب هي كده فايدة الديبوزيشن ايه في الويفر، يعني على الويفر بعد ما يعني المص يعني انا مثلا بحطها؟ سؤال جميل، سؤال جميل. طب انا يعني مش بس الديبوزيشن، كل اللي انا قلت ايه؟ ست عمليات صح؟ سبعه. فوتوليثوجرافي، وادي ثلاثه هم، وادي ثلاثه هم، هعمل بيهم ايه دول؟ انا قلتهم ليه اصلا؟ انا قلتهم عشان احنا نفهم كل واحده معناها ايه، عشان بعد كده ده لسه في اتنين هقولهم. طيب قبل ما نقفل المحاضره، بعد كده هقول لك هنصنع بقى السي موس ازاي باستخدام الخطوات دي. اوكي، الخطوتين التانيين معلش ان انا يعني ايه نسيت ان انا اقولهم. البولشنج دي خطوه بتبقى مهمه جدا، ان انا استعيد السطح انه يبقى بلانر. السطح ممكن بعد حبه عمليات يبقى فيه عالي وواطي، فالبولشنج ده بيساوي السطح عشان يبقى املس، ما فيهوش عالي وواطي. بيساوي السطح ازاي؟ باستخدام حاجه اسمها كيميكال ميكانيكال بولشنج.
مادة كيميائية بتاكل، وميكانيكال بيبتدي بيبقى زي اللي معرفش حد شاف منكم البوليش بتاع العربيات بيعمل ايه، بيبقى عبارة عن حتة مبططة كده من القطن، بيحط معجون حاجة زي معجون السنان كده مادة عليها، ويبتدي انها تلف، ويبتدي يلامس بيها ايه سطح الدهان بتاع العربية فيلمع. نفس الكلام بالظبط، ده كيميكال ميكانيكال، بيحط ماتيريال كيميائية وعلى ميكانيكال باد حتة مبططة، ويبتدي يمسح بيها سطح الويفر فيساوي. آخر خطوة اللي احنا كنا جبنا سيرتها قبل كده، الانيلينج. الانيلينج ده بنحطه في فرن في غاز خامل او فاكيوم اللي هو فراغ، بحيث ان ما يحصلش اي تفاعل كيميائي، والاتومز بتاعه الويفر تبتدي تاخد انرجي وتصلح الاستراكشر بتاع الكريستال. طبعا زي ما الاتومز بتاعه الكريستال هتاخد الانرجي وترجع تبني الكريستال، الاتومز بتاعه الدوبنتس هتاخد انرجي وتبتدي تتحرك هي كمان. فالايونز اللي احنا عملناها بالايون امبلانتيشن هتبتدي في الانيلينج برضو هتنتشر شويه وتوسع عن مكانها، بس الحاجه دي لازم بيبقى معمول حسابها وانا بخطط اعمل الايون امبلانتيشن في انهي اماكن. طيب حد عنده سؤال لحد هنا؟ إن شاء الله المحاضرة الجاية هنبتدي نقول بقى، هنصنع عن حتة الويفر السيليكون البي تايب، هنبني عليها إزاي الترانزستورز والوايرز باستخدام الخطوات السبعة اللي إحنا اتكلمنا عليهم دول. شكرا جزيلا، وأشوفكم الأسبوع الجاي.